بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي العظيم، أهلا ومرحبا بكم واستوديو تحليلي مميز اليوم، وحلقة هائلة إن شاء الله، وإن شاء الله حلقة لاسترداد الصدارة ومباراة مهمة جدا 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 في مرحلة مهمة جدا للدوري العام المصري. إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الأهلي، والمباراة بين الأهلي ووادي دجلة إن شاء الله زي ما قلت تنتهي بفوز النادي الأهلي ويسترد الصدارة مرة أخرى اللي كانت غايبة عنه الفترة اللي فاتت كلها نتيجة المباريات المؤجلة للنادي الأهلي. عايز قبل ما أتكلم على المباراة أتكلم على اجتماع كان حصل النهاردة بين مجلس إدارة شركة الأهلي وللإنتاج الإعلامي ومجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف، واتفقوا على أن الهدف الأساسي للقناة في بث الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي والتعريف برموزه ونجومه وتاريخه وإدارته بما يعمق الرسالة التربوية والمسؤولية الرائدة التي يتحملها النادي الأهلي تجاه الوطن، ويزيد من تواصله مع المشاهدين العاشقين للرياضة بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة عبر عرض الحقائق التي تتفق وقيم الوطن الرياضية وقيم النادي الأهلي أيضا، سواء كان ذلك في مصر أو خارجها على مستوى العالم. واتفق أيضا أنه في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاقد القائم بينهما على العمل من خلال النقاط التالية: 1- تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وتخطيط كل أنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي وحجب ما يقرره المجلس، وعدم الحديث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي إلا من خلال المتحدثين الرسميين للنادي كل في إطار اختصاصه. تاني نقطة، الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حال الرغبة في الاشتراك في تقديم أي محتوى أو مساهمة في أحداث إعلامية يكون في ضوء سياسات النادي الأهلي والعقود المنظمة للعلاقات الاستراتيجية بيننا. 3- التزام جميع العاملين بالقناة باتباع السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء، وفي حالة ارتكاب أي تجاوز من أي فرد سوف يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. 4- توضيح كافة الحقائق للمشاهدين وجماهير النادي الأهلي عبر المنصات الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي فيما يتم من تجاوز أو ادعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء ودون تجاوز أي من القوانين أو اللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي. وأكد النادي الأهلي في نهاية الاجتماع أنه لم يعهد التجاوز في حق أي من المؤسسات أو الأفراد، ويتخذ كافة السبل وطرق القانونية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي حال أي تجاوزات من مؤسسات أو أفراد تجاه النادي الأهلي وفق القيم الوطنية وقيم الرياضة والنادي الأهلي. ده يعني شفنا طبعا روح حلوة بين المجتمعين جميعا، وتآلف وأخوة وتآخي طبعا وحب وود، وده اللي طلع بيه في الآخر الطرفين وشايفين كل حب وود وتآخي، والحمد لله إن شاء الله الأمور تستمر على كده. خش بقى على ماتش النهاردة. ماتش النهاردة ماتش مهم جدا جدا جدا، لان هي كعاده مباريات الاهلي دائما مباريات مهمه، بس ماتش النهارده مهم جدا في المرحله دي. ماتش النهارده مهم جدا لاستعاده الصداره. ماتش النهارده مهم جدا لان احنا عارفين ان المرحله اللي جايه مرحله حسم بطوله الدوري. باقي بالظبط للنادي الاهلي 8 ماتشات. خلي بال حضراتكم 8 ماتشات ماتش النهارده في كام يوم؟ في 21 يوم. يعني المفروض النهارده يوم 5، في خلال 21 يوم او 22 يوم بالكتير الدوري ينتهي على يوم 26 او يوم 27 اغسطس. ان شاء الله يكون فيها حسم لبطوله الدوري باذن الله للنادي الاهلي. ماتش النهارده مهم زي ما قلنا لانها بدايه الطريق لتصدر الدوري ممتاز ان شاء الله في حاله الفوز باذن الله رب العالمين وحصد النقاط الثلاثه. هيرتفع رصيد النادي الاهلي ل 61 نقطه، هيبقى متساوي مع نادي الزمالك اللي هو متصدر دلوقتي، ولكن الصداره ان شاء الله بعد الفوز هتكون للاهلي سواء عن طريق فارق الاهداف، لان الاهلي سجل 54 هدف قبل ماتش النهارده، نادي الزمالك سجل 48 هدف.
او كمان عن طريق المواجهات المباشره اللي هي اصلا لصالح النادي الاهلي، لان لو حضراتكم متذكرين لقاء الدوري بين الفرقتين انتهى الاولاني بفوز النادي الاهلي 2-1 بهدفي محمد شريف، وفي الدور الثاني الفرقتين اتعادلوا 1-1 لو فاكرين احرز للنادي الاهلي صلاح محسن هدف التعادل. يعني ان شاء الله كل الطرق باذن الله النهارده تنتهي او تؤدي لفوز النادي الاهلي. وبعد المباراه النهارده ان شاء الله باذن الله في حال فوز النادي الاهلي يمسك النادي الاهلي الصداره. وزي ما احنا عارفين دائما وابدا لما النادي الاهلي بيعتلي القمه انسى بقى انك تقدر تنزله من عليها. انسى انك تقدر تنزله من عليها بمشيئه الله طبعا. بمشيئه الله، لان ده النادي الاهلي وده اللي تعودنا منه عليه. يعني اهلي يقدر النهارده ان شاء الله، ودي بدايه مباراه حسم الدوري اللي نتمنى ان يكون لصالح الاهلي، نقف هنا ونتكلم على حاجه معينه. احنا بنتكلم هنا على بطوله دوري. بطوله دوري، احنا من شهر 10 اللي فات او من شهر 9 اللي فات لحد النهارده نسبه النجاح بالنسبه للنادي الاهلي 100%. عشان بس ما حدش ينسى. نسبه النجاح في البطولات اللي دخل فيها النادي الاهلي 100%. هتقول لي وبرونزيه كاس العالم؟ انا بعتبر برونزيه كاس العالم بطوله. في الظروف اللي احنا فيها دي بطوله. كل البطولات اللي دخل فيها النادي الاهلي اخذها عن جداره واستحقاق. ناقص بطوله الدوري السنه دي. واحنا كنا بعيد عن القمه زي ما حضراتكم عارفين، لان كان لينا مباريات مؤجله. المباريات المؤجله زي ما حضراتكم عارفين بسبب المشاركه في دوري ابطال افريقيا اللي احنا الحمد لله توجنا بيها. ومن قبلها كمان كان في كاس العالم للانديه بقطر اللي احنا حصدنا فيه الميداليه البرونزيه. فهو اللي ناقص ان شاء الله باذن الله الدوري. 8 مباريات في 21 ولا 22 يوم، عايزين تركيز عالي جدا، عايزين جديه عاليه جدا، عايزين ان شاء الله توفيق من عند ربنا. ونتمنى الفتره اللي جايه، لان عفوا الفتره اللي جايه فيها ضغط كبير جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. خلينا بس ناخدها واحده واحده. احنا في 21 او 22 يوم عندك 8 ماتشات، يعني حضرتك بتتكلم على ان يومين والثالث ماتش، يومين والثالث ماتش، يعني مش هتلحق تريح، مش هتلحق تصحح اخطاء. لو حد بقى في الفتره دي ان شاء الله النادي الاهلي يكسب وان شاء الله يقدم عروض جيده، ولكن الفتره دي فتره المهم فيها المكسب. المهم فيها المكسب. حضرتك ضغوط كل يومين ماتش، يومين والثالث ماتش. ربنا يستر على الفتره اللي جايه الضغط اللي على اللعيبه البدني والذهني. والذهني طبعا والعصبي على الجهاز الفني. فالفتره اللي جايه محتاجه تركيز جامد جدا 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 وجديه جامده جدا جدا جدا. نتمنى التوفيق من ربنا، وان شاء الله ان شاء الله ما يكونش فيه نسبه اصابات، ولو ان الضغوط هتبقى عاليه جدا جدا علينا. عارفين ان دلوقتي النقطه، لا نقطه ايه، احنا بالنسبه لنا مش نقطه، احنا الثلاث نقط بقت غاليه جدا 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 مع اقتراب حسم البطوله. الثلاث نقط، مفيش حاجه في النادي الاهلي اسمها نقطه، احنا بنتكلم على الثلاث نقط. كل ثلاث نقط للمباراه اللي انت بتلعبها وتاخدها بتخفف الضغوط شويه عنك. يعني النهارده ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نكسب وادي دجله ان شاء الله، بتخفف ضغط ماتش عدى منك. وزي ما قلنا حضراتكم قبل كده، الفرق اللي هي اللي تحت اللي بتصارع، عشان كده انا بقول لكم ماتش النهارده من ضمن المباريات الصعبه قوي 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 قوي. فرقه دجله في موقف لا تحسد عليه. هي من الناحيه الفنيه على فكره فرقه بتقدم عروض كويسه جدا، وفرقه عندها لعيبه كويسه جدا، ولكن النتائج ما بتناسبش مع العروض بتاعتهم. دجله في المركز القبل الاخير برصيد 23 نقطه، وبصراحه بصراحه لا يعبر عن مستوى الفريق. وده واحد من ايه؟ ده تاني فرقه من تحت اصبح من المهددين بالهبوط للدرجه الثانيه، لانه ضمن الثلاثه اللي في المؤخره. مش بيحتاج بقى، ده بيحتاج لكل نقطه، لكل نقطه. ده بقى اللي هيخلي النهارده المباراه صعبه جدا جدا. عارف لو مع فرقه في وسط الجدول او فرقه بتحاول تحسن مركزها، يعني هقول لك الماتش في صعب، لان هو بيلعب النادي الاهلي بس مش بالصعوبه بتاعت النهارده، او مش بصعوبه الفرق اللي انت بتقابلها اللي هي تحت. لا انا عارف ان في فروقات فنيه كبيره بين الفرقتين،
ولكن في المواقف الصعبه اللي زي دي اللي بيبقى فيها الفرقتين عندهم الدوافع، ولو ان مش عايز اقول الدوافع مختلفه عشان برضو ما بخسش حق دجله، ولكن دجله بيصارع من اجل البقاء، انما النادي الاهلي بيصارع علشان المكان المفضل بتاعه. البطولات على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، البطولات النادي الاهلي بيبص عليها وبيبحث عنها وبيروح في اتجاهها، وعشان يروح في اتجاهها بيعمل حاجات كتير قوي قوي قوي. المنظومه عندنا، مش عايز اتكلم عن المنظومه لان كل مره بتكلم عن المنظومه، منظومه النادي الاهلي هي اللي بتودي لطريق البطولات. وكمان في حاجه، البطولات بتحب النادي الاهلي، البطولات بتحب النادي الاهلي. ماتش النهارده اكيد هيكون في شغل تكتيكي عالي جدا من مديرين فنيين اللي هم المستر بيتسو موسيماني او عبد الباقي جمال المدير الفني لدجله. وبمناسبه دجله، يمكن دجله كان ليه فتره من الفترات طريقه لعبه مميزه اللي هو بيعتمد فيها على الاستحواذ وعدم التشتيت، ويبدا الهجمه من تحت من اول اوسا او محمد عبد المنصف حارس المرمى لحد ما يوصلوا للخصم. ما كانش حتى لما بيضغطوا ما كانش فيه تشتيت، ده كان اسلوب لعب مع تاكيس جونياس اللي هو راح دلوقتي لبيراميدز. وتاكيس لما سابهم فضلوا برضو متطبعين شويه بطريقه اللعب، لان جالهم بعد كده مدرب تاني كوبروسي تقريبا بنفس الاسلوب. وبعدين بعد ما سابهم يعني علشان يطلعوا من اللي هم فيه يعني بياخدوا فتره شويه، ولكن هم بيحاولوا يطلعوا من الاسلوب او الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها مع تاكيس جونياس. ابتدوا مع الكابتن عبد الباقي يمكن لعبوا اربع ماتشات. على فكره الاربع ماتشات ما خسروش فيها. الاربع ماتشات ما خسروش فيها. تعادلوا ثلاث ماتشات وكسبوا ماتش اسوان 4-1. فعموما هم نتائجهم في الفتره الاخيره ابتدت تتحسن. نتائجهم ابتدت تتحسن. عندهم الدوافع الكبيره جدا جدا النهارده، لان النقطة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت. النقطة مسألة حياة، يعني الماتش اللي بيخسروه بيقرب قوي نزولهم للدرجة الأدنى. فهو في عرض نقطة. فطبعًا مش عايز أقول هيموت نفسه، ولكن هيلعب بروح قتالية عالية جدًا جدًا جدًا، كأنك بتلاعب فريق على بطولة. هي ماتشات النادي الأهلي الفترة اللي جاية كلها ماتشات كؤوس. كلها ماتشات كؤوس. فكل ماتش بناخده كده زي ما كنا يعني طول عمرنا بنعمل كده، بناخد كل ماتش على حده. بنخلص ماتش النهارده ان شاء الله ناخد الثلاث نقط لاعتلاء قمه الدوري باذن الله رب العالمين. طبعا زي ما شفنا حضراتكم مع حضراتكم النهارده برضو هيستمر غياب لعيبه المنتخب الاولمبي عن النادي الاهلي فيما عدا يمكن صلاح محسن. يعني حتى الماتش اللي احنا هنلعبه النهارده لما تاجل ما استفدناش قوي من التاجيل ده. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الناس اللي رجعت يوم الاثنين الوضع الطبيعي ان هي تريح، يعني مش عايزين جدال في حاجه زي في حاجه غير كده. ناس كتير عماله تتكلم وتقول ايه، الله ما انتوا كنتوا عايزينهم يرجعوا وكنتوا عايزينهم يجوا عشان يلعبوا وكنت... يا جماعه ناس قاعده في اليابان اللي اصلا فيها فرق بينها وبين مصر 7 ساعات بلس 7، يعني اكتر ب7 ساعات. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على الساعه 7 وشويه دلوقتي هناك، بتتكلم على هناك الساعه 2 وشويه بعد منتصف الليل. كويس، لما الماتش يجي يتلعب الساعه 9 يبقى كان هناك الساعه 4. اللعيبه دي جت يوم الاثنين بعد ما لعبوا اربع مباريات قويه جدا جدا في وقت قصير جدا، يعني عندك جهد بدني كمان. معظم لعيبه النادي الاهلي كانت من العناصر الاساسيه اللي كان بيعتمد عليهم الكابتن شوقي غريب اللي لم يوفق في عبور دور الثمانيه لاصطدامه طبعا بالبرازيل، وفي فرق امكانيات. وخسرنا بهدف نظيف زي ما شفتوا المباريات اللي قبل كده حضرتكم تابعتوها، من اول ماتش اسبانيا والتعادل، وبعدين الخساره من الارجنتين بهدف، وبعدين فوز على استراليا بهدفين، وبعدين الخساره امام البرازيل 1-0. يمكن النهارده عايز اتكلم برضو على الجزء، او لقيت البعض بينتقد مستر موسيماني ان هو قعد اللعيبه دي كلها وريحها. يا جماعه برضو دي حته علميه شويه، مش هقول كلام مجعلص واقعد اتكلم على الجيت لاج والساعه البيولوجيه واقول الكلام العلمي دوت، لا مش هقول لكم كده. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي لما انت تبقى في معسكر في دوله فرق بيننا وبينها 7-8 ساعات، لما ترجع بعد اسبوعين ثلاثه على الاقل
علشان جسمك يعتاد على الحاجه الجديده او الموقف الجديد اللي انت فيه، هتاخد لك من يومين لثلاث ايام. من يومين ده في ناس بتاخد اسبوع. في ناس بتاخد اسبوع. لما يكون في فرق مثلا، لما اكلم حضراتكم مثلا بين مصر وامريكا ست ساعات، مصر وطوكيو اليابان سبع ساعات. فلما تيجي حضرتك بعد ثلاث اربع اسابيع او اسبوعين ثلاثه واخد على حاجه معينه او وضع معين وساعات معينه وعدد ساعات في الراحه وعدد ساعات في النوم ووقت النوم مختلف، هتاخد لك على الاقل يومين ثلاثه. وحسنا فعل مستر موسيماني. يعني انا بصراحه كنت مش هنتقده، ولكن كنت هتضايق شويه ان هو شارك اللعيبه ديت او حطهم في الأين. زائد كمان ان النهارده كمان النادي الاهلي بيفقد في مواجهه دجله اثنين قلبي الدفاع الاساسيين، ايمن اشرف للايقاف لحصوله على ثلاث انذارات، وبدر بنون اللي بيعاني من نزله برد، ومع الخماسي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو جاي طبعا مجهد جامد جدا، محمد الشناوي، اكرم توفيق، طاهر محمد، طاهر ناصر ماهر، واحمد رمضان بيكا. هنقول ناصر واحمد رمضان ما بيشاركوش بصفه اساسيه، فاحنا بنتكلم على ثلاث عناصر اساسيه زائد الاثنين قلبي الدفاع، بتتكلم على نص الفريق. ده مش مبرر لحاجه، لان النادي الاهلي زي ما احنا بنقول بمن حضر. في ناس غايبه كمان للاصابه، محمد محمود ووليد سليمان. فانت بتتكلم على فريق، بتتكلم على فرقه، ولكن احنا دايما عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، لان ده مش اول موقف عدى علينا السنه دي، بالعكس عدت علينا المواقف دي كتير قوي قوي قوي، ولكن النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي نسبه النجاح 100%. تعالوا بقى نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق اقامه النادي الاهلي ونتعرف منه على اخر الاجواء هناك. اتفضل يا فاروق. تحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مباراه في غايه الاهميه هي مباراه الاهلي ووادي دجله، المباراه المؤجله من الاسبوع الثاني والعشرين للدوري المصري، مباراه تتوقف عليها الكثير من الامور، مباراه مهمه جدا، ثلاثه نقاط في غايه الاهميه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على الدرع وتحقيق البطوله رقم 43 للدوري المصري. خليني اقربك من الصوره اكثر. فريق النادي الاهلي كان ادى مرانه الاخير امس قبل الدخول في معسكر مغلق. مستر بيتسو موسيماني طبعا قبل المران كان عقد محاضره مع اللاعبين، محاضره فيديو، وقف على نقاط القوه والضعف في فريق وادي دجله، ونبه على اللاعبين على اهميه هذه المباراه وضروره استغلال هذه المباراه وضروره عدم النظر لفريق وادي دجله انه بيحتل المركز قبل الاخير في الدوري المصري. شدد على ضروره استغلال انصاف الفرص، وقال احنا في مرحله صعبه جدا في الدوري المصري، لازم الثمان ماتشات القادمين نحسم الفوز، البطوله بايدينا، الفرصه في اقدام لاعبي النادي الاهلي. طبعا عقب المحاضره كان انطلق مران فريق النادي الاهلي، كان اللي ابتدى المران بجزء بدني خفيف، ثم يعني النواحي القططيه والتكتيكيه المستر بيتسو موسيماني اللي حاول ان هو ينوع شويه في التدريبات بالامس على الشق الهجومي للاعبين، ويحاول انه يستغل الكرات الثابته والاختراقات سواء من العمق او من الاطراف، او ود يعني بعض التعليمات اللاعبين لاعبي خط الوسط سواء اليو ديانج سواء السوليه سواء حمدي فتحي بضروره التسديد من خارج المنطقه، وايضا لمحمد مجدي قفشه. اقول لك يعني تفاصيل يوم فريق النادي الاهلي النهارده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. اللاعبون كان تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 5 والنصف. كابتن محمود الخطيب اللي دايما متواجد في كل وقت، يعني كان من حريصه ان هو يكون متواجد مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي قبل التوجه الى فندق، قبل التوجه الى ملعب المباراه. طبعا للكابتن الخطيب وتحفيزه للاعبين طبعا والجهاز الفني على ضروره الفوز في هذا اللقاء. طبعا لجنه الحكام كانت اسندت طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده ابراهيم نور الدين حكم الساحه، يعاونه سمير جمال مساعد اول، محمد عبد المجيد مساعد الثاني، وعصام بكر الحكم الرابع، اثنين على تقنيه الفيديو محمود بسيوني ومحمد يوسف. النادي الاهلي النهارده طبعا عنده مجموعه من الغيابات، الخماسي المنتخب الاولمبي طبعا الست لاعبين، الجهاز الفني للنادي الاهلي فضل ان هو يضم صلاح محسن ويريح خمس لاعبين طبعا الشناوي واكرم واحمد رمضان بكم وناصر توفيق
وطاهر محمد طاهر. جهاز الفني فضل ان هو يدوم مزيد من الراحه. الدكتور احمد ابو عبله قال لي طبعا عن اختلاف عشان الساعه البيولوجيه ما بين مصر واليابان، فضل ان هو يدي مزيد من الراحه للاعبين اللي كانت بتشارك بصوره مستمره انه يريح الخمس لاعبين. طبعا اتمنا من خلاله على وليد سليمان اللي من المقرر ان شاء الله هينضم للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي عقب مباراه سيراميكا. لكن اقول لك النهارده تقدر تقول الرسائل اللي موجوده عند اللاعبين، الجلسات اللي بتعقد ما بين اللاعبين وافراد الجهاز الفني، دور اللاعبين الكبار في فريق النادي الاهلي سواء سعد سمير، سواء رامي ربيعه مع عمرو السوليه، مع حمدي فتحي، مع حسين الشحات، اللاعبين الكبار كهربا وايضا محمد شريف والتر بواليا، مش عايز استثنى احد اللاعبين، وعلي معلول، ودورهم مع بعض على تحفيز اللاعبين وايضا تواصلهم مع اللاعبين سواء محمد الشناوي ودوره النهارده ان هو يتكلم مع اللاعبين ويحفز اللاعبين. طبعا كان في اتصالات ما بين محمد الشناوي وايمن اشرف مع اللاعبين بضروره ان شاء الله استغلال هذا اللقاء ان شاء الله وتحقيق الفوز على فريق وادي دجله. ان شاء الله يا كابتن ايمن مباراه مهمه، ثلاث نقاط في غايه الاهميه، لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله النهارده قادرين على تحقيق الانتصار باذن الله والفوز واعتلاء قمه الدوري المصري. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح، ودي كانت الرساله منذ قليل يعني قبل ما الفرقه ان شاء الله تغادر الفندق. وزي ما شفنا او سمعنا من زميلنا فاروق صلاح ان الاجواء مطمئنه، وان شاء الله برغم ارتفاع درجات الحراره ورطوبه عاليه قوي 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 اليومين دول، ولكن زي ما تعودنا من نجوم الاهلي هيكونوا باذن الله على قدر المسؤوليه وعارفين قيمه اللقاء كويس قوي، مش قيمه اللقاء ده بس، قيمه كل لقاء من اللقاءات اللي جايه. انت الكره في ملعبك، ما زالت حتى الان الكره في ملعبك، لو كسبنا الثمان مباريات كلها باذن الله بنبارك للنادي الاهلي بطوله الدوري ان شاء الله رب العالمين. لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يكونوا على قدر المسؤوليه ويكسبوا الثمان ماتشات باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن منور. اهلا بيك يا كابتن اسامه عبرابي، منورنا كابتن. اهلا وسهلا بيك يا حبيبي. كابتن عادل عبد الرحمن، منورنا كابتن. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كابتن احمد بلال، منورنا كابتن. اهلا وسهلا بيك. كابتن علاء، الفتره اللي جايه فتره حاسمه تقريبا من النهارده لحد يوم 27، اللي هي المفروض زي ما اعلنت لجنه المسؤوله عن اتحاد الكره ان ده اخر يوم في ماتشات الدوري. فتره حاسمه لان شاء الله ان شاء الله الحصول على لقب الدوري للنادي الاهلي. 8 ماتشات. يعني هو اقل حاجه اتقال نهايه الماراثون، خلاص ماراثون الدوري. انت خلاص زي ما كنت عارف انت العاب القوه وكده، انت خلاص في اخر 100 متر، انت خلاص في النهايه اللي هو المباراه اللي هي حاسمه. خلاص ان شاء الله تخلص على خير يا رب. مباراه بتبقى صعبه جدا، خصوصا دايما في منافسه بين الاهلي وبين المنافس التقليدي الزمالك، بتبقى كل مباراه لوحدها بطوله، ولعيبه النادي الاهلي وجهاز الفن وجماهيره عارفين مدى اهميه المباريات دي. بيتعاملوا ازاي مع المرحله دي يا كابتن؟ بتتعامل مباراه كؤوس، كل ماتش بماتش. انت النهارده مباراه كاس ان شاء الله تكسبها، مباراه قادمه نفس الكلام ايمن. لو هو ده الفكر اعتقد ان شاء الله نبقى نهايه الدوري ان شاء الله الدرع في النادي الاهلي، وان شاء الله رب العالمين هيحصل، لان المباريات دي مش كل لعيبه ايمن يستحمل الضغط ده، لان مش كتير قوي بيجي الاهلي والزمالك في الاخر على المباريات المتوقعه، مش كتير قوي. دايما كان الاهلي بيبقى حاسم الدوري من فتره من كذا ماتش، لكن الموسم الاستثنائي في كل حاجه ده لا، يعني وصلنا للنهايه ان خلاص من النهارده السباق بدا. يعني السباق بدا النهارده على المباريات القادمه، كل مباراه لوحدها 3 نقاط بين قوسين مباراه كاس. هو ده التفكير اللي يخش بيه، يعني كل ماتش بطوله، كل ماتش يعني كل ماتش بطوله ولوحده خلاص. يعني ان شاء الله النهارده وادي دجله، ان شاء الله يا رب نكسب ونعدي على خير ان شاء الله بإذن. غيره هلعب على المباراه القادمه بطوله. الفتره هي بس مشكله فتره قليله جدا، لكن اعتقد الفتره دي محتاجه تضحيه. دايما بطولات ايمن والحاجات المضغوطه دي محتاجه تضحيه. لعيبه النادي الاهلي عارفين اهميه بطوله الدوري العام، لان دي بطوله محببه للنادي الاهلي وجماهيره. الحمد لله اخذوا كل البطولات وافريقيا وكل حاجه، لكن دايما بطوله الدوري العام ليها طعم مميز كده. هم الجماهير بتحب درع الدوري موجود في النادي الاهلي، فان شاء الله يبقى كل التركيز على المباراه القادمه، مباراه كؤوس تتلعب كل ماتش كل مباراه على لوحدها خالص. ان شاء الله ان شاء الله نحسب بيها الدوري باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، يمكن معانا الجدول مباريات النادي الاهلي القادمه، بدايه ماتش النهارده ومباراه نادي الزمالك. لو اتكلمنا عن النادي الاهلي هنلاقي ان النادي الاهلي عنده النهارده وادي دجله، ده يوم 4 اغسطس، الاهلي وسيراميكا كليوباترا 7 اغسطس، الاهلي والاسماعيلي 11 اغسطس، الاهلي وامبي 14 اغسطس، الاهلي وطلائع الجيش 17، الاهلي والمصري يوم 20، الاهلي والجونه يا 23 يا 24، الاهلي واسوان يا اما برده 26 او 27، ودي مباراه الجوله 34 والاخيره. بالنسبة لنادي الزمالك هيبقى الزمالك وغزل المحلة يوم 5، لا ده مؤجل، الزمالك وغزل المحلة، ده الزمالك وغزل المحلة هيلعبوا كمان يومين إن شاء الله. بعد كده الاتحاد السكندري والزمالك، الإسماعيلي والزمالك 12 أغسطس، الزمالك ووادي دجلة 15 أغسطس، سيراميكا والزمالك 18، الزمالك والإنتاج 22، البنك الأهلي والزمالك 25 أو 26. رؤيتك لمرحلة حسم الدوري يا كابتن في خلال 3 أسابيع، هل الأمور صعبة؟ هل فيها ضغوط على النادي الأهلي؟ هل فيها ضغوط على الفرقتين؟ طبعا هي الضغوط على الفرقتين، لأن تقريبا يعني الأهلي هيلعب مباراة واحدة زيادة بتاعت النهاردة، بقية المباريات هيتلعبوا تقريبا في 21 22 يوم، كل 3 أيام ماتش لينا وللمنافس نادي الزمالك. فالضغوط على الفرقتين هي كل المشكله، انك انت هتحتاج كل لاعب يبقى جاهز ومركز 100%، ما يعني ما فيهاش هزار، يعني اكنك في معسكر بطوله مش معسكر عادي. يعني انت في ايام بتقعد معسكرات يومين ثلاثه وتلعب ماتش وخلاص. أيوه. انت اكنك رايح بطوله مثلا افريقيا او رايح بطوله في مكان محدد. أيوه. يعني دوره دوره، لانك أيوه. انت بتلعب كل 3 ايام. أيوه. يعني يا دوب مستر موسيماني والجهاز المعاون حاجات فيها استشفاء
ممكن جدا، بس اللي الراجل اللي ما بيلعبش مثلا النهارده هو اللي بيزاد عليه التمرين شويه في حاجات بسيطه، لكن هيبقى التركيز ذهني، تركيز على الفيديوهات ودراسه المنافسين، الحاجات الشغل هيبقى مش كبير قوي، مش هيبقى كبير قوي، لكن هو عايز تركيز قوي من اللعيبه طبعا، من كل الناس، راكب مخطط الاحمال، مستر موسيماني نفسه، بقيه الجهاز المعاون، لكن اللعيبه هيبقى له دور كبير جدا. مش عايزه بقى سهر كتير، مش عايزه يعني هو في عدم مسؤوليه. في الضغوط يا كابتن كمان بيبقى هل حاله الروتيشن هيلجا ليها مستر موسيماني؟ ده اكيد بمزاجه او غصب عنه. فاحيانا هتبقى بمزاجه. يعني في ناس لعبت عدد ماتشات كبير هو بيريحها، مظبوط. وفي ناس غصب عنه هتيجي بقى نتيجه انذارات، نتيجه طرد، لا قدر الله اصابات، ففي حاجات هتبقى هو مضطر فيها. يعني هو النهارده مريح كل مجموعه المنتخب الاولمبي باستثناء صلاح محسن، وممكن ما يبتديش بيه كمان، يستخدمه كبديل. فاذا هو معاهم بدر كمان، وبدر كمان وايمن اشرف عنده انذارات. انا بتكلم على، انا اقصد انه في لاعيبه رجعت من ضغط 3-4 ماتشات في مع المنتخب الاولمبي، هو فضل النهارده يريحهم، فده هيحصل، اللي هو الروتيشن ده هيحصل، سواء زي ما قلت لك بارادته هو او بسبب ظروف، انذارات، طرد، ايقافات، اي عامل يعني. فده مهم جدا، عشان كده انا قلت لك في البدايه لازم كل الناس تبقى على اهبه الاستعداد، وكل واحد يبقى مركز جدا ان هيلاقي نفسه في لحظه داخل الملعب. فدي اهم حاجه، وطبعا مطلوب زي ما علاء قال انه كل ماتش يتلعب لوحده، يعني انا افكر في ماتش واحد، مش افكر بقى ماتش اسوان دلوقتي اللي هو الاخر ماتش اللي ممكن يكون هو ماتش حاسم بالنسبه لنا او بالنسبه للزمالك في اخر ماتش يعني. فكل ماتش يتاخد بماتش واحد يعني كبطوله خاصه اكنه كاس، وربنا يوفق، لانه التوفيق برده مهم في كره القدم يعني باذن الله. كابتن عادل، اكيد ليك رؤيه خاصه للتعامل مع المرحله ديت في الظروف الصعبه دي في التوقيت القصير ده. اوكي يا كابتن، يعني عايز اقول انه دي مدارس. في مدرب بيعتمد على مدرب الاحمال بتاعه ومخطط الاحمال على الدقائق، بيشتغل على دقائق، وفي مدرب اخر بيشتغل بالمجموعه بتاعته الكامله والتعويض من الاحتياطيين، اللي يتعور او اللي يتعب ينزل التاني. لكن انا بقول لك في الاحترافيه العاليه زي النادي الاهلي بيشتغل على الدقائق. بمعنى ايه يا كابتن ايمن بيشتغل على الدقائق؟ يعني في، احنا عارفين اماكن الملعب، يمكن الاطراف، الطرف اليمين والطرف الشمال بيبقى عنده زياده في الجري شويه، نص الملعب الاثنين الديفندرات بيبقى عنده زياده في الجري شويه. يعني احنا لو بنتكلم على معدل الجري في المباراه الواحده بيوصل ما بين، في المستوى بتاع الدوري المصري غير الاوروبي، احنا بنوصل ما بين السبعة كيلو الى التسعة كيلو. فبنوصل بيه، في ناس بتعمل 6 كيلو زي السردباكات الاثنين، وفي حد كمان بيعمل حوالي مثلا زي مجدي قفشه بيعمل له 6-7 كيلو، وفي الاثنين الديفندرات ممكن يعملوا اكتر من 9 كيلو او 9 كيلو. في ناس بتعمل من 10-11-12 كيلو زي ديانج مثلا. ديانج مثلا لما فهو يبقى انت بتتكلم على المدرب الاحمال او مخطط الاحمال ازاي بيدي الزمن لكل وقت. يعني وكمان الاتفاق على التغييرات، ممكن تكون في لعيب كويس وشغال كويس وماشي كويس وزي الفل ومؤدي كويس قوي، ممكن المدرب يطلعه، فالناس تتساءل طب ما ده كان كويس ليه المدرب بيطلعه؟ لا، ما فيش الكلام ده، هي ازمنه واوقات علشان اللعيبه توصل لاعلى نتيجه في الفتره الزمنيه اللي انت بتلعب فيها اللي هي الثمان مباريات بتوعك. اللي انا شايفه من موسيماني هو بينتمي للمدرسه دي بتاعه الدقايق، اللي هو ممكن يخلي مدرب الاحمال بتاعه يظبط له الامور على زي ما بيعمل في تدوير السوليه وديانج وحمدي فتحي. وبيخش دلوقتي عنده الناحيه اليمين زي اكرم وزي محمد هاني، برضو ممكن يشتغل بيهم بالشكل ده، وممكن اكرم كمان يبقى رابع لنص الملعب. فانت عندك علي معلول وعندك محمود كهربا
ما لعبش كتير، ممكن يدي لكهرباء ازيد وقت شويه، ممكن يدي لحسين الشحات لانه ارتاح فتره ازيد شويه، محمد شريف هو اللي عنده ومحق وطار محمد طار لما يرجع والناس دي لما ترجع هيقسمها دقايق، ولكن الامر في ايد بقى اللعيبه، يمكن دي شغل الجهاز الفني، ولكن اللاعبين نفسهم بقى اللي هي مباريات التفنيش في البدايه، المباريات دي مش عاوزه شد عصبي، المباريات دي مش عايزه انك تاجل المكسب، انك انت تلعب الشوط الاولاني مش كويس والشوط الثاني، لا انت طول الوقت اول فرصه لازم تستغلها قوي علشان تنهي، علشان احيانا يا كابتن ايمن لما بتنهي هدف واثنين وثلاثه بتدي فرصه للجهاز الفني يريح ويظبط لعيبته على المباراه الاخرى. أيوه. انت عارف ان ممكن من الشوط الثاني في المباراه اللي انت بتلعبها بتفكر في المباراه الثانيه، يبقى انت خلصتها بتامن فيها كويس وبتقلل كم جريك عشان تلعب المباراه اللي بعدها. أيوه. وفي الاخر الامر مع الجهاز الفني واللاعبين وربنا يسهل ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. بمناسبه الجهاز الفني واللاعبين اللي قالهم كابتن عادل، والفتره اللي جايه كابتن احمد الفتره مضغوطه جدا. فاكر لما كنا بنشتكي فتره من فترات ان النادي الاهلي بيلعب كل يومين ومشترك في اكتر بطوله، هي دلوقتي ناقص بطوله واحده انت مركز فيها، بس تركيزك كل يومين عندك مباراه او كل يومين عندك بطوله، بطوله خاصه انت بتلعب على مسابقه دوري، والغريب في الامر ان النادي الاهلي حتى الان كل البطولات اللي خدها كسبها الحمد لله رب العالمين، حتى ميداليه كاس العالم البرونزيه تعتبر بطوله، ولكن الجماهير بس مش ده الغريب في الامر، ده المعتاد. لا لا انا لا مش هقول لك ان دي ده الغريب، لا الغريب في الامر ان جمهور النادي الاهلي بيطالبوا ببطوله الدوري وكانه ما خدش ولا بطوله السنه دي. صحيح غريب برضه. لا يعني بيقول لك ايه ده انت واخد كل البطولات. والله ما غريب. لا لا عادي عادي، عايز الدوري ده اسمه بقى العادي يا ايمن العادي، لانه حصل قبل كده يا كابتن، حصل كتير، حصل قبل كده صح كده، بس يقول لك ايه لا انا عايز الدوري ده. صحيح. لا الدوري ده لازم تجيبوه. لا احنا مش عايزين حد ياخد حاجه غيرنا. تمام. يعني انت ثقافه ان انت عايز تاخد كل البطولات وان النادي الاهلي مش عايز يسيب لاي حد حاجه، دي ثقافه عند اللعيبه وعند مجلس الاداره وعند الجمهور. مش هتلاقي واحد بيقول او مش هتلاقي واحد عنده تشبع. يعني مش هتلاقي مثلا واحد بيدي تصريح بيقول الحمد لله السنه دي احنا خرجنا ببطولتين وكده يبقى احنا عملنا، يعني كان عندنا تحدي كبير جدا وفزنا وكسبنا بالتحدي ده خالص اطلاقا. مش هتلاقي اي مسؤول في النادي الاهلي سواء اذا كان صغير او كبير، مسؤول فني مسؤول اداري حتى لعيب داخل النادي الاهلي، مش هتلاقيه بيتكلم الا بمنطق ان النادي الاهلي اي بطوله بيدخلها لازم رقم واحد انه ينافس عليها للنهائيات، رقم ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه له التارجت الاعلى يعني من تحت لفوق انه ياخد البطوله دي، وده الوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فالنهارده مستر موسيماني عنده تحدي كبير جدا جدا في الفتره اللي جايه يتعامل معاه ازاي، لانه شايف زي ما الكباتن قالوا وانت قلت يا كابتن ايمن ان جمهور النادي الاهلي مش بيسقف وخلص الموسم بالنسبه له، لا جمهور النادي الاهلي بيقول له احنا عايزين بطوله الدوري العام، ودي البطوله المحببه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. يعني هو لو جيت تسال جمهور النادي الاهلي يقول لك البطولات كلها محببه بالنسبه لنا، بس هو انسى ان انت خلصت من بطوله فدخلت في الثانيه فاصبحت دي هي البطوله المحببه الباقيه بالنسبه لي، انا عايز البطوله بتاعتي. بالظبط. تمام. فطبعا مستر موسيماني عنده تحدي كبير جدا، اللعيبه عندها تحدي كبير جدا جدا جدا، عندك مشاكل كثيره جدا. تمام. لعيبه مصابه، الجدول مضغوط زي ما انت شايف، الدوافع اللي ممكن يحطها مستر موسيماني ويخلقها في كل مباراه عند كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب يمكن من اكبر التحديات اللي بتواجه المدير الفني، لانه هيحتاج كل اللعيبه، لانه هيحتاج كل اللعيبه. انت النهارده ممكن في الايام العاديه وفي المباريات العاديه كل اسبوع بتلعب ماتش بيبقى اللعيبه عندك مريحه، ممكن تستعين بكل اللعيبه او 90% من اللعيبه طوال فتره ان الموسم مستقر. وبعدين في لعيبه بتبقى خارج مش خارج الحسابات بظروف المدير الفني واعتماده على بعض اللعيبه او ظروف تالق بعض اللعيبه. بالظبط. انت بتخرج بعض اللعيبه من حساباتك خروج مؤقت. فالنهارده في ظل انك كل يومين وهتلعب ماتش يومين وهتلعب ماتش، فانت محتاج كل لعيب موجود عندك، فانت محتاج انك تعمل دافع لكل اللعيبه اللي موجوده. ما ينفعش تخسر لعيب، لا تخسره بدنيا ولا تخسر حتى اللعيب نفسيا، ولا بد يبقى في تاهيل كبير جدا لكل اللعيبه اللي موجوده. يعني لو كنا بنتكلم على اكرم توفيق ان هو بقى حاطط رجله بشكل كويس ان هو يبقى لعيب اساسي في الباك رايت، فانت النهارده مطلوب منك كمدير فني تجدد الدافع مره ثانيه عند محمد هاني، لانك هتستغله المباريات اللي جايه. وضع طبيعي ان النهارده عندك 3 ميد فيلدرز ممكن
تحط اكرم توفيق في نص الملعب، فبالتالي تخلق له دافع مختلف في مكان في مكانه القديم او في مكان مختلف. النهارده مثلا انت قلبي الدفاع مش موجودين، مش موجودين، فعندك اثنين تانيين. فالنهارده الازمه الكبيره او التحدي الكبير بالنسبه لمستر موسيماني انه يخلق تحدي ودافع عند كل اللعيبه اللي موجوده، ال 30 لعيب الموجودين في النادي الاهلي. لان انت خد بالك كره القدم متغيره. كنا يعني من فتره مش بعيده كنا بنقول او كل الناس في الشارع بتقول لك ان بواليا خارج حسابات النادي الاهلي، وده امر طبيعي، كان امر بالنسبه للاحداث اللي كانت بتحصل، بالنسبه لسوء التوفيق، بالنسبه لان في لعيبه موفقه وهو ما كانش عنده بالنسبه من التوفيق كبيره. النهارده انت بتتكلم ان بواليا ممكن في وقت من الاوقات يبقى هو اللعيب رقم 9 الاساسي بالنسبه لك، ومحمد شريف احنا بنفكر هل ممكن في وقت من الاوقات يلعب هو اللعيب رقم 10، يلعب طرف ملعب ولا لا. فده بيحصل في كره القدم ان ممكن لعيب من بعيد يجي ويحط هو لنفسه دافع ويشتغل عليه. انت كمدير فني هتشتغل عليها ازاي؟ لازم برضو يبقى انت عندك تركيز في الحته دي بشكل كبير جدا. صحيح. جدا انت جدا. كلمتني على ان مستر موسيماني عليه في الفتره دي خلق الدوافع طبعا لبعض اللاعبين او لكل اللاعبين، ولكن انا كلاعب برضو خلي بالك انا لازم من جوايا يكون عندي الدافع، لان احنا بنتكلم على خلي بالك طول عمر الفتره اللي هي الاخيره من الموسم بتلاقي كلام كتير جدا. صح. بيتناقض كويس، مين هيمشي مين هيقعد مين هيروح مين هيجي. انت كلاعب الفتره دي حاسمه بالنسبه لك. صح. انت ما كنتش الفتره اللي فاتت مثلا بيعتمد عليك بصفه اساسيه، فجات لك الفرصه دلوقتي ان انت خلاص انت كنت مستني فرصه من فتره امسك فيها، فده دافع بالنسبه لي. انا مش محتاج المدير الفني يخلق الدوافع كمان. هديك ثلاث امثله يا كابتن ايمن بس. موجودين في انا في الفتره الحاليه دي يا كابتن بس. لا ده في الوقت في الفرقه دي وفي فرقه النادي اللي بتلعب ثلاث امثله ليسوا بالبعاد. يعني رامي ربيعه كان في نص الموسم يا كابتن، مش من اول السنه، دي حقيقة. في نص الموسم رامي ربيعه كان خلاص يعني بيخلص ورقه وبيلملم حاله انه بره حسابات النادي الاهلي. فجاه لعيبه بيتصاب، رامي بيدخل بيلعب بيأدي بشكل كويس، بقى له مكانه اساسيه في النادي الاهلي، وما والى الان رامي بيأدي، وكان بيلعب رايت باك المباراه اللي فاتت. اكرم توفيق كان خارج حسابات المدير الفني. صحيح. خارج حسابات منطقيا، انت عندك ديانج، عندك السوليه، تمام، عندك حمدي فتحي، الثلاثه يعني لما تيجي تديهم درجات هتدي مثلا اقل واحد فيهم هتديله 7-8 من 10. ايوه تمام. فانت عندك لعيب كان بره الحسابات. النهارده مع ظروف الاصابات ومع تغير الاوضاع والماتشات اللي بتلعبها المتتاليه ورا بعضها، اكرم توفيق اصبح لعيب اساسي بالنسبه لك. مزبوط. من 11. مظبوط. تمام. فدول عنصرين مهمين جدا جدا جدا. نفس الموضوع كان اليو ديانج برده لعب فتره يا كابتن ما كانش موجود بره الحسابات، وجد نفسه الاخير بوليا. يعني كل المقدمات كانت بتقول ان هو خارج الحسابات وانه مش موجود داخل النادي الاهلي، بيلعب بيسجل هدف بيسجل الثاني. النهارده انت عايز تعتمد عليه كمدير فني بشكل اساسي، فانت مطلوب بشكل كبير من اللعيبه ان هي كمان تاخد الدوافع من اللي بيحصل داخل الفرقه، من المتغيرات اللي بتحصل كل يوم. افضل فتره لكل اللعيبه بالنسبه لاي لعيب بيلعب في النادي الاهلي هي الفتره الحاليه. مش بعيد ان المدير الفني يجي اخر الموسم يقول لك يا جماعه خلاص انا مكتفي باللعيبه اللي موجوده عندي، لان اللعيبه جددت لنفسها الدوافع، لان اللعيبه ركزت بشكل كبير. الثمان مباريات دول، ده انت بتتكلم في حوالي ثلث موسم، مش حاجه قليله يعني رخم كبير من الماتشات طبعا. فكل لعيب ممكن يقدر ياخد مكانه اساسيه، وان ما كانش رقم واحد ممكن يبقى رقم اثنين ويعتمد عليه. يعني النهارده واحنا قاعدين اول تغيير محمد شريف بوالي، خلاص بقى التغييره محفوظه بالنسبه لنا كلنا خلاص، وعارفين وراجل بينزل وبيأدي وبيتألق. فهي هو ده اللي المفروض كل اللعيبه تشتغل عليه، ان انا وقت من الاوقات هيجي وقت ان انا هاخد الفرصه بتاعتي، لو خدت الفرصه لازم استغلها بشكل كويس. ده طبيعي يعني. طيب تعالوا نروح لتشكيل النادي الاهلي ونناقشه مع نجومنا الكبار. علي لطفي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ناحيه الشمال علي معلول. الاثنين اللي قدامهم خط وسط دفاعي ديانج وحمدي فتحي. ديانج وحمدي فتحي. الرباعي اللي قدام وسط ملعب هجومي ومهاجم وحيد هيبقى كهربا والشحات على الاطراف، بينهم قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. يبقى النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1. هنقوله مره ثانيه، علي لطفي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، قدامهم اثنين خط وسط دفاعي اليو ديانج وحمدي فتحي، رباعي المقدمه هيبقى كهربا والشحات على الاطراف، محمد مجدي قفشه ومحمد شريف مهاجم وحيد. كابتن علاء، اعتقد ان ده التشكيل المنطقي
او هو ده اللي موجود، خصوصا ان في غياب لبدر بنون وايمن اشرف، فدخل ياسر وربيعه. التغيير الثاني وجود حمدي فتحي مكان عمرو السلام. ده مش تغيير بالنسبه لي، ده مش تغيير. يعني اي الثلاثه اي اثنين بيلعبوا ما فيش مشكله، ما يعني ما بتحسش ان في حاجه حصلت في الشكل نفسه. لكن هم عشان كده ايمن من مميزات النادي الاهلي في الفتره دي ما شاء الله عنده نص ملعب ممتاز، الثلاثه مستواهم كويس جدا جدا، الثلاثه بيأدوا كويس قوي. اي اثنين ما فيش مشكله خالص فيها. الى جانب كمان لو هنرجع للاثنين المساكين، الاثنين اساسيين على فكره، كان بلال بالظبط، كان بلال بيتكلم الوقت على على رامي ربيع. رامي لما كان عنده مشكله ورجع ولعب ادى عادي جدا، تحس ان هو راجل موجود مع الفريق وكان بيلعب. عشان كده انا شايف النهارده في يعني في الفتره اللي احنا فيها تشكيل ما فيهوش اي مشكله خالص بالنسبه لي، تشكيل اساسي للنادي الاهلي، مفيش حد بعيد، الناس كلها موجوده والناس كلها بتادي كويس قوي. ياسر كان موجود، رامي بيلعب، حتى لما احتجته بكرايه المباراه السابقه لعبها الراجل وادى اللي كان مطلوب منه. نفس الكلام نص الملعب مفيش مشكله، عندي الثلاثه اي اثنين بيلعبوا بيادوا كويس قوي، الثلاثه اللي تحت راس الحربه مفيش فيهم مشكله بيلعبوا على طول، اذا كان حسين واسترد كتير قوي مستوى حسين الفتره دي، كهربا يحاول يرجع تاني وبيأدي والراجل مركز الفتره دي، لازم يعني نتكلم عليه تحسب له هو مركز الفتره دي. الى جانب طبعا محمد مجدي والى جانب محمد شريف، دول على طول موجودين في الملعب. فما تبص للتشكيله ايمن كده انت ما عندكش مشاكل، ما فيش تغيير يعني. بص كام واحد بره، لكن انت بالنسبه لك التشكيله موجوده النهارده، تشكيله اساسيه، ما فيش حد بعيد عن الملعب، ما فيش قلق من اي مركز انا بتكلم فيه ده خالص. محمد هاني مكانه، علي ما معلول زي ما هو، ما فيش اي مشكله. حتى الاثنين اللي اتغيروا في قلب الملعب اثنين مساكين ما عنديش فيها مشكله خالص. طيب نقول البدلاء بالمره بقى، يبقى مصطفى شوبير لحراسه المرمى، سعد سمير، محمود وحيد، مروان محسن، عمرو السوليه، صلاح محسن، والتر بواليا، جونيور اجاييه، واخيرا النجم الغائب من سنتين كريم نيدفيد، ونقول له الحمد لله على السلامه، وان شاء الله باذن الله رب العالمين يكون عود حميد. كابتن اسامه، هل كنت متوقع تغيير في صفو النادي الاهلي في تشكيل اساسي؟ كنت متوقع ممكن حد من اللي رجعوا من المنتخب اللي هم بيلعب، بس هو فضل، هو شاف ان هم ممكن يكونوا مجاهدين. ف الامور صعبه، خلي بالك عشان اختلاف التوقيتات كمان. ما انا بقول لك وقت قبل ما تلعب. ممكن يكون هو فكر فيها كده انه يجهزهم للماتشات الجايه، خاصه ان احنا قلنا ان الماتشات مضغوطه وتقريبا هيحتاج كل الناس طبعا. يعني فهو فضل انه يلعب تقريبا بنفس الشكل باستثناء بدر بنون لظروف طارئه ممكن يكون اصابه او حاجه، وايمن اشرف ثلاث انذارات. بقيه التشكيل تقريبا هو اللي لعب ماتش اسوان، بس رامي ربيعه كان بيلعب ظهير ايمن دخل قلب دفاع، وحمدي فتحي لعب مكان عمرو السوليه، وده وارد في الثلاثه دولت. شفنا كتير حمدي مع عمرو، شفنا حمدي مع اليو ديانج زي النهارده، وشفنا اليو ديانج مع عمرو في الماتشات اللي فاتت لما كان حمدي غايب للاصابه. فتقريبا التشكيل هو ده التشكيل النادي الاهلي، باستثناء ابتدى كهربا يخش كاساسي بعد الفتره اللي هي لعيبه المنتخب الاولمبي كانوا بره زي طاهر وزي صلاح محسن اللي هم كانوا بيلعبوا على الاطراف. علي لطفي ابتدى يخش مكان الشناوي الفتره اللي غابها في المنتخب الاولمبي. بقيه التشكيل تقريبا هو اللي بيلعب معظم المباريات في الدوري الفتره اللي فاتت او في افريقيا يعني. فالتشكيل مش غريب. الطبيعي انه النادي الاهلي عنده لعيبه اساسيه، عنده لعيبه مؤثره، وزي اي فرقه في العالم بيبقى في نجوم بيأثروا في المباريات، ولكن النادي الاهلي بتكوينته ال 30 لاعب هو برضه في النهايه افضل من معظم فرق مصر حتى بالغيابات. يعني انت تستثني الزمالك وبيراميدز، لازم فروقات فنيه كبيره، يعني تقريبا لازم تكون بكامل نجومك يعني، او اذا حد غايب واحد او حاجه، لكن في معظم بقى الماتشات الثانيه النادي الاهلي قايمته تغطي جدا انه يكسب اي فرقه. يعني اي لاعب من اللعيبه دي هم كانوا اساسيين في الفرق الاخرى كلها، سواء في الاتحاد، سواء في المصري، سواء في دجله، سواء في الانتاج الحربي. يعني لعيبه كتيره جايه هي كانت نجوم الفرق دي.
فتشكيلة النادي الأهلي مفروض بأي حد تقدر تكسب، تقدر تعمل مباريات جيدة، وشفنا الماتشات اللي فاتت رغم صعوبتها ورغم انه حصل قلق، ولكن في النهايه النادي الاهلي كسب ماتش اسوان وماتش الانتاج الحربي. فالتشكيل يعني منطقي في الظروف اللي احنا فيها، وزي ما قلت لك هو فضل يريح لعيبه المنتخب الاولمبي. نتمنى بس انه اضاعه الفرص السهله اللي بتحصل في بعض المباريات ما تحصلش، لانه بتطمع الفرق انها تخش. يعني شفنا ماتش اسوان جبنا هدف وكان ممكن نجيب اهداف، صعب علينا الماتش، صعب علينا الماتش في لحظه كانت غريبه في الدقيقه 85. أيوة. وعلي لطفي شال واحده خطيره جدا كان تبقى الهدف الثاني. مظبوط. ايضا ماتش الانتاج الحربي برضو اتصعب في وقت معين، لكن في النهايه كسبت. فان شاء الله اللعيبه ديت قادره ان هي تعمل ماتش كويس النهارده وتعمل نتيجه ايجابيه، واتمنى لهم التوفيق يعني ان شاء الله. رب العالمين ان شاء الله. كابتن عادل، يمكن الفريقين عندهم الدوافع رغم التناقض طبعا في موقف الفريقين، الاهداف مختلفه. فريق النادي الاهلي بيبحث عن استعاده الصداره في الوقت اللي وادي دجله بيبحث عن انه يهرب من القاع. يعني الضغوط واحده، ضغوط البطوله زي الضغوط بتاعت الهبوط، ولكن البطوله لما بتكون شغال عليها لما تفقد بونت ما خلاص يعني ممكن تروح منك البطوله، لكن الهبوط برضو ممكن تكون انت يعني بقالك فتره في الدوامه دي. لكن انت بتتكلم في الوقت الحالي يا كابتن، اي فرقه بتلعب النادي الاهلي فهي عندها هدف واحد اللي هو يستنى النادي الاهلي هيعمل ايه عشان هو اللي يبقى رد فعل. بس خلي بالك موقف دجله صعب، يعني دجله ما يقدرش يعمل فعل. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي ما بتعملش الفعل، حتى الزمالك. ليه؟ ليه يا كابتن؟ لانه التاريخ بيقول لك انه كل الفرق لما بتيجي تلعب، يمكن انا عاوز اقول لك بحثت كتير في الفرق اللي جت تلعب النادي الاهلي، ما شفتش حد عمل ضغط من فوق عالي على النادي الاهلي الا ضغط واهي اللي هو بيخاف يعمل الضغطه ويرجع تاني بسرعه. فهو دي مشكله النادي الاهلي يا كابتن ايمن، اللي بيدافع اسهل من اللي بيهاجم ويدافع، هي ده مشكله الاهلي. انت كنت بتتكلموا على موسيماني وهيلاعب مين ويحط مين، عارف افضل حاجه للمدرب انك تطلعه غلطان. انا بتكلم على اللعيبه اللي موجوده. المدرب أيوة لما بيطلع غلطان بيبقى سعيد، بيبقى فرحان من جواه. ليه؟ لانك انت بتثبت لي. احيانا في مدربين ممكن يستفز لاعب بانه يبعده ماتش علشان يديله ماتشين ثلاثه اربعه. فاللي هي دي الحيره اللذيذه بتاعت المدربين او الصراع الجيد. اوحش حاجه عند اللاعب ايه؟ انه يثبت للمدرب انه صح. بص يا كابتن، احنا معانا موقف الفريقين زي ما قلت حضرتك في تناقض طبعا. 26 و27 النادي الاهلي لعب 26 مباراه، دجله لعب 27. النادي الاهلي ترتيبه الثاني، النادي وادي دجله 17 يعني قبل الاخير، نقط هنا 58 ووادي دجله 23، فوز هنا 17 ووادي دجله 4. من اقل الفرق فازت الموسم ده، ويمكن وادي دجله احنا اتكلمنا على انه بيعمل مشروع من 3 سنين، والمشروع اللي بيعمله وادي دجله من 3 سنين ادى بيه انه كل سنه مهدد للهبوط. هو مستمر على الخطا بتاعه ده، وجهه نظري، لانه الكوره اللي بتتعمل او الفكره اللي كانوا جايبين بيها المدربين اليونانيين فكره انك انت تعمل الاستحواذ، لكن للاسف كانوا بيجوا يعملوا ال 50% فقط من الشغلانه، وال 50% الثانيه ما بيدولهاش اي اهتمام، بدليل ان وادي دجله من ساعه ما طلع الدوري الممتاز عمره ما غادر السابع الثامن السادس وبيعمل اداء كويس التاسع بالكثير العاشر، لكن عمره ما كان مهدد الا في المشروع الكبير اللي بداوا يعملوه. ولكن انا شايف ان هم سحيوا شويه، عشان كده هيبقى عندهم خطوره شويه، اللي هو الحته بتاعت الـ 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 النزول، وحته النزول دي صعبه وصعبه للغايه على وادي دجله. فعشان كده وادي دجله النهارده هيشتغل بتحفظ في البدايه، لو النادي الاهلي احرز هدف والتاني هيروح للبلان بي بتاعه، مش هيقدر النادي الاهلي هيجيب اجوان كتير ويبقى افضل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طب معانا تشكيل وادي دجله، محمد عبد المنصف لحراسه المرمى، بسام وليد واسحاق يعقوبو الطرفين يمين وشمال،
اثنين اللي في القلب خالد رضا ومحمود مرعي، قدامهم اثنين وسط دفاعي محمد عبد العاطي واحمد سعيد، قدامهم ثلاثه ومهاجم وحيد، يعني اربعه بيلعب زي بالظبط النادي الاهلي 4-2-3-1، حسام عرفات ومحمد رضا بوبو على الاطراف، محمد هلال في وسطهم، وقدام المخضرم صلاح امين. مره ثانيه محمد عبد المنصف، اسحاق يعقوب وبسام وليد على الطرفين، في القلب خالد رضا ومحمود مرعي، قدامهم وسط مدافع محمد عبد العاطي واحمد سعيد، ورباعي المقدمه حسام عرفات محمد رضا بوبو، بينهم محمد هلال وصلاح امين مهاجم وحيد. البدلاء مسعد عوض، ايهاب المباركي، كريم الدبيس، احمد مجدي، ابراهيم عايش، عمرو بركات، كارتا، احمد رضا، احمد عاطف. واحمد عاطف ده من اللعيبه الكويسه اللي يعني ليه مستقبل ان شاء الله. كابتن بلال، يمكن الفتره اللي مستر تاكس مسك فيها وادي دجله طبقها بطريقه لعب معينه، بس طريقه اللعب يعني ما تتناسبش مع النتائج. يعني هو كان بيفضل طريقه اللعب حتى لو خسر، حتى لو خسر كذا مباراه زي ما قال الكابتن عادل، ففي الاخر تحس ان دجله بيسرع الهبوط بالرغم ان هو مثلا عنده نسبه استحواذ عاليه جدا في جميع المباريات، بيقدم كره مش وحشه، ولكن في الاخر ما بيكسبش. يقدر يطلع ازاي في فتره بسيطه من جلبيه او جلباب تاكس؟ لا بص، خلينا نتكلم على الفتره بتاعه تاكس الاول. هو يعني ايه طريقه لعب؟ يعني انا بعمل طريقه لعب اولا تناسب تناسب فكري انا، وفكري ده يتناسب مع امكانيات وقدرات الفرقه بتاعتي. صحيح. تمام. ثالث حاجه يتناسب مع قدرات وامكانيات الفرقه اللي قدامي. بص يا كابتن، مثلا لو نقرب بس الشاشه شويه ونكبرها، دي وادي دجله السنه دي والسنه اللي فاتت، ماشي؟ دوري موسم هو 18-19-20 ودوري 20-21، كويس. معدل الاهداف هنا 0.9 كل ماتش، يعني يعني هنا 0.8 من 27، وبعدين دخل مروان هنا 1.3 وهنا 1.2، كويس. طيب يعني احنا عايزين نشوف معدل الاستحواذ. معدل الاستحواذ بقى، معدل الاستحواذ ايام تاكس كان 56%، دلوقتي بقى 51%، ما نزلش كتير قوي، ولكن برضه هم عندهم لسه الاستحواذ شويه بالنسبه لفرق الدوري. معدل التمريرات الصحيحه 407 من 488 مع تاكس، ولكن خلي بالك التمريرات الصحيحه دي ممكن زي ما احنا بنقول كده تمريرات سلبيه. طبعا فاهم. معدل التمريرات الصحيحه السنه دي في الدوري السنه دي 344 من 424، ولكن برضه هم لسه متاثرين نوعا ما بتاكس. ما هو بص يا كابتن، يعني هو وضع طبيعي ان الفرقه تتاثر بمدير فني، اللي هو غير من فكره اللعيبه، مش بس من طريقه لعب، مش بس من الطريقه نفسها. يعني هو خلى اللعيبه النهارده بتشتغل باني شكل وباني طريقه، خلى اللعيب النهارده يفكر انه يتحرك ويباصي ويتحرك ويباصي، تمام، يعني خلاه يلعب بشكل مختلف شويه. فالنهارده حتى لو مش المدير الفني، انا كلاعب اتعودت على ستايل لعب معين، وبقى لي 3 سنين بشتغل بنفس المدرسه. صعب جدا ان انا هتحول من الطريقه دي لطريقه مختلفه تماما في وقت صغير. صعب جدا جدا جدا. النهارده مثلا لما تيجي تجيب لعيبه مانشستر سيتي وتمشي جوارديولا السنه الجايه وتجيب اي مدير فني تاني، طبيعي برضه هيفضلوا يلعبوا بنفس الطريقه، لان خلاص انت العقل خلاص اتاقلم على طريقه اللعب دي وعلى التحركات وعلى التعليمات وعلى الامكانيات والحاجات والشغل الفني اللي بيشتغل بيه المدير الفني. ولكن هو تاكس كان بيشتغل عايز يستحوذ وعايز ينتشر، بس كرة القدم فيها الايجابيات والسلبيات، فيها الدفاع وفيها الهجوم. مش معقول عشان انا اعمل كرة جمالية انا ما بلعبش تقسيمة. انا لو بلعب تقسيمة ماشي، اعمل كرة جمالية زي ما انت عايز وتغلب وتعلم زي ما انت عايز. انا بلعب دوري عام، دوري عام ده لازم يبقى انا كمدير فني بفكر كويس، بخطط كويس، بخطط ان انا اسجل هدف، وفي نفس الوقت بخطط ان انا احافظ على مرماية بشكل كويس، ان انا ما يجيش فيا اي اهداف. دجلة من الفرق الكتير، من الفرق القليله اللي بتيجي فيها جوان كتير جدا طول الموسم، لانه عنده مشاكل كبيره جدا في الدفاع. النهارده هو بيدافع، لو بصيت يا كابتن النهارده الاثنين السنتر باك بعاد عن بعض 30-40 متر، فاي هجمه مرتده على وادي دجله بتمثل خطوره شديده جدا جدا طبعا. جدا جدا طبعا. النهارده كان عندهم مشاكل كبيره جدا في الحته دي، لانه طبعا الثلاث مواسم الماضي المدير الفني هو كمان مش عايز يتعلم من اخطائه. صعب قوي تبقى انت مدير فني وشايف ان عندك مشكله كبيره في الحته دي وما تقدرش تشتغل عليها وما تقدرش ان انت طب انك تستاذنك يا كابتن احمد، هنكمل كلامنا ولكن بعد الفاصل.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم على طريقه لعب او اسلوب لعب وادي دجله اللي هم عايزين يخرجوا منه، من طريقه او زي ما بنقول عبايه مستر تاكس. اتفضل يا كابتن بلال. كنا بنقول يا كابتن ان هو دلوقتي في انت عشان تشتغل وتستحوذ لازم يبقى عندك في التارجت بتاعك تسجيل الاهداف. حاجه ثانيه ان انت برده مش عايز تسيب مساحات ان الفرقه الثانيه تستغلها. فرقه دجله قدام الفرق الكبيره تقدر تلعب كويس، يعني يبان ليها شكل وليها ستايل. ليه؟ في مساحات في الملعب، في مساحات في الملعب، هم بيقدروا يشتغلوا وبيجروا ويستحوذوا ويخلقوا لنفسهم اماكن ويقدروا يتحركوا كويس ملعب، والكره من رجل لرجل بتبقى شكلها حلو. يعني ليهم ستايل في الملعب قدام الفرق الكبير، الفرق اللي بتلعب معاها جيم مفتوح. انما الفرق الثانيه اللي عندها نظام او عندها سيستم لعب دفاعي شويه، تمام، او منظمه دفاعيا شويه، او عندها شويه تكتل دفاعي، هيبقى من الصعب على وادي دجله ان هو يشتغل معاه بنفس الطريقه وبنفسه. مش هيبان قيمه اللعب بتاعه وادي دجله، او مش هيبان قيمه اللعب والاداء كمان بتاع مستر تاكس، هيبقى صعب جدا جدا لان المساحات مش موجوده. في نفس الوقت وهو بيلعب بالشكل ده انت عندك مشاكل كبيره جدا في الحاله الدفاعيه. يعني اي هجمه مرتده بتروح على وادي دجله يعني بنسبه 90% هدف، بنسبه 90%، لان انت خلاص انت بتتكلم في اثنين باكين طايرين، اثنين سنتر باكس بينه وبين بعض 30 متر. هم عندهم فعلا تنظيم دفاعي سيء. سيء جدا 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 جدا. فالفكره مش عشان انا يبقى شكلي حلو كستايل في الملعب ان انا انزل درجه ثانيه، مش ده الموضوع. انت مستر تاكس مش تقطيعا فيه ولا حاجه، بس دي وقائع. الثلاث سنين اللي مسك فيهم دجله هم الثلاث سنين اللي كان دجله معرض فيهم للهبوط. تمام. انا النهايه، وانا النهارده احنا بنتفرج على جوارديولا بس بيلعب كره منظمه، بيضغط، الدفاع ملتزم وفي نظام في الحاله الدفاعيه، الضغط في كل مكان، الفرق قريبه من بعضها، وفي هدف ثاني اهم، الحاله الهجوميه الاهم طبعا. مع الكره الرائعه جدا جدا، هي دي كره، هي دي المنطق اللي المفترض كان عايز يلعب بيه تاكس جونياس مع وادي دجله. لكن مش انا اسيب كل وبعدين ما كانش اتفضل قول لك اتفضل. وبعدين ما كانش فيه التغيير في اسلوب اللعب حسب ظروف المباراه والنتيجه. يعني بمعنى كان في مبالغه حتى مثلا وهو مهدد وكسبان وخلاص الماتش يقدر يقفله وينتهي. قصدك هو نفس الاسلوب ونفس الريتم، بيلعب بنفس الشكل اللي بلال بيقول عليه، اللي هو ده بيبقى مغلوب يعني، وبيلعب مصر على نفس الشكل برضه مغلوب. انت عارف يعني ايه مغلوب؟ ايوه يعني ده انت مغلوب يعني خلاص بقى، حاول تطلع انت وتحاول تعمل ضغط على الفريق. لا ده هو بيلعب بنفس الكلام، لازم كنت تروح لعب منصف على منصف مش عارف يديها لمين بص يا كابتن. يعني في وجهه نظر انك انت لما بتهاجم هتعمل ايه في الدفاع، ولما بتدافع هتعمل ايه في الهجوم. ده التكتكس في كل حته. ايوه ده البدايه. لكن هو كان عامل وان واي حاجه واحده بس، اللي هو ايه؟ انه انا امسك الكوره وانقل. طب انقل، علشان انقل لازم الناحيه الثانيه بيبقى في تحرك، عشان بعد ما انقل 5 6 7 10 نقلات 20 نقله، يعني جارديولا بينقل كتير. مزبوط. ولكن بتبص تلاقي عنده اللي جايه ايه، وبعدين اول ما الكره بتتقطع بيدافع منين. اي فرقه في العالم بتمسك الكوره لازم تدافع من مكانها، من مكان الكوره ما بتتقطع. وادي دجله اول ما الكوره بتتقطع من عنده بيدي ظهره وبيرجع. ايوه فبتبص تلاقي يمسك الكوره بيمسكها في النص الثاني، في النص الاخر. طب اديك احصائيه بس على وادي دجله سريعه، من اقل الفرق ثلاث سنين اللي فاتوا جابوا جوان من كوره عرضيه، من اقل الفرق جابوا جوان من شوطه من بره منطقه الجزاء، من اقل الفرق لعبت على الجون كور ثابته كورنر وفاول وجابوا اجوان. دي الاحصائيه اللي خلتهم كانوا هينزلوا السنتين. طب نستاذنكم نروح لملعب المباراه وزمايلنا الاعزاء فاروق صلاح ومحمد توفيق، ونبدا مع فاروق. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وشكر موصول لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن أحمد بلال. وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا مباراة يعني مش هزيد على الكلام اللي حضرتك قلته وكباتننا الكبار على أهمية هذه المباراة وقيمة هذه المباراة في مشوار النادي الأهلي. مباراة مهمة جدا طبعا لدى وصولنا لاستاد الأهلي والسلام النهاردة اللي بيتزين لاستقبال هذا اللقاء، وجهد كبير جدا
يشكر عليه شركه استادات الوطنيه على المجهود المبذول في واحد من القلاع الرياضيه والملاعب الرائعه استاد الاهلي والسلام. لدى وصولنا لمستر بيتسو موسيماني حرص على تفقد ارض الملعب، لكن لفت نظرنا اكثر من مشهد، يعني المستر بيتسو موسيماني يتكلم مع افراد الجهاز الفني والاداري لفريق وادي دجله في مشهد يعني كان بيدل على الروح الرياضيه ما بين الجميع. تبادلوا الحديث على يعني والكلمات على المباراه وعلى الفتره اللي فيها فريق وادي دجله، ايضا لاعبي وادي دجله ومع لاعبي النادي الاهلي. طبعا الروح الرياضيه هي عنوان اللقاء. طبعا مستر بيتسو موسيماني كان اعلن التشكيل للقاء، طبعا خرج من قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه حمزه علاء ومحمود متولي، النهارده بيكون موجود على مقاعد البدلاء كريم نيدفيد ومصطفى شوبير، سعد سمير، محمود وحيد، عمرو السليه، واجاييه، ومرام محسن، وبواليا، وصلاح محسن. وطبعا التشكيل زي ما حضرتك استعرضته مع كباتننا الكبار. ان شاء الله كل التوفيق. رساله اخيره، كان مستر بيتسو موسيماني بيتكلم مع اللاعبين بينبه على اهميه هذا اللقاء، ضروره استغلال انصاف الفرص، ضروره البداية الجيدة، كل التوفيق فقط لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء. وثلاث نقاط إن شاء الله يضافوا لرصيد النادي الأهلي. جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. ومن فاروق نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق، اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام نجوم مصر اللي في الاستوديو مع حضرتك وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي ووادي دجله في المباراه المؤجله من الجوله 22 من الدوري المصري الممتاز. خليني اكلمك عن استاد وادي دجله اللي لعب اخر مباراه ليه يوم 5/7 الشهر الماضي، وكانت امام مصر المقاصه وانتهى بالتعادل 1-1. خلال هذه الفتره لعب وادي دجله 3 مباريات وديه، بداها بالتعادل مع اسوان، ثم الفوز على الجونه، ثم الفوز على منتخب الدرجه الثالثه. كان فريق وادي دجله كان اول واصلين لملعب المباراه هنا، كان موجود في تمام 7:15، ثم تلاقي النادي الاهلي في 7:30، ثم طاقم التحكيم اللي حضر لارض الملعب هنا في 8:15. يمكن اول طاقم التحكيم اول ما وصل الملعب نزل ارض الملعب لاطمئنان على حاله الارضيه والشباك المرميين وكمان تقنيه الفيديو او الحكم المساعد الفار. كابتن ايمن خليني اكلمك كمان على حديث جماعني بكابتن عبد الباقي جمال مدير الفني لوادي دجله، قلت له عن مباراه الاهلي النهارده والنادي الاهلي محتاج جدا ثلاث مباريات عشان يرجع لمكانه الطبيعي على قمه المسابقه، شايف المباراه ازاي؟ قال لي انا اكتر حاجه اوصيت بها لعيبه النهارده هو اللعب الجماعي واللعب ككتله واحده علشان نقفل على كل مفاتيح النادي الاهلي ونحاول نفضل لاطول فتره ممكنه او اطول وقت بالمباراه بنتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. ان شاء الله نتمناها ثلاث نقاط جديده للنادي الاهلي وخطوه من ثمان خطوات لتحقيق اللقب السادس على التوالي وال43 في تاريخ النادي الاهلي. كلمه ليك كابتن ايمن ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لحصد الثلاث نقاط والعوده الى مكانه المفضل والطبيعي ان شاء الله. كابتن علاء ندخل بقى على اجواء المباراه ورؤيتك لماتش النهارده بقى قدام وادي دجله. هتلاعب اكيد فريق هي 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 هيقفل كويس قوي الملعب. كابتن عباس زي ما كان بيتكلم دلوقتي ان هو هيحاول يقفل مفاتيح اللعب النادي الاهلي، وهو هيبقى دايما رد فعل مش هيبقى الفاعل. عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي من البدايه انت خلاص وصلت لفتره انت ما عندكش وقت مطالب، خلاص ما عندكش وقت كتير ضيعه. يعني انت كل انت كل بتفكر فيه يعني النادي الاهلي بيفكر في حاجه، ثلاث نقاط ده اول حاجه، ويفكر ازاي يحسم مباراه بسرعه، لان كل ما الوقت بيطول في المباراه ايمن في مجهود زايد، في مجهود بدني وذهن زايد، انت مش عايز كده، مش عايز الفتره دي. كان وسام بيتكلم وعادل على انت ازاي تريح لعيبتك وتعمل روتيشن حتى في المباريات المهمه دي، عشان تعمل روتيشن وتبقى مطمن مباريات لازم تحسم بسرعه. وتفتكر الموقف هيبقى كده بالنسبه لفرقه دجله كابتن؟ هيبقى كده، لكن مع التزام دفاعي يا ايمن، يعني هيبقى نفس الشكل 4-2-3-1، لكن مع الطريقه ممكن يعني 4-3-1 واحد بيعملها بالظبط، في واحد بينفذها زي النادي الاهلي مزبط. بطريقه هجوميه، في واحد بينفذها بطريقه دفاعيه، ممكن تلاقي هلال زي الرسمه دي كده نازل وصل الاثنين هيبقى 3 يعني 4-3-3، لكن حتى بالشكل ده كده هتلاقي في تكتل في نص الملعب، مش هتلاقي ان هو هيقابلك من قدام، عكس مستر موسيماني النهارده هيقابل من قدام، لان وادي دجله برضه زي ما بيتكلم بلال لسه الاثار اللي هو عايز يبدا هجمه من عند عبد المنصف ويبدا بيها لسه موجوده، فدي انت هتقابلها ايه؟ هتقابل انك انت ضغط من قدام قوي. الفرقه بتلعب استحواذ من او استحواذ كوره من ورا قوي يا ايمن، القطعه بتبقى مشكله لانك انت في نص الملعب مش انت في الثلث الاخير ملعبه. بس يا كابتن اهو ده زي ما انت كنت بتتكلم عليك، بتتكلم على بناء الهجمه من تحت من منصف. هيعملها هيبدا برضه النهارده، هو بيحاول يعمل كده. هنا الضغط مهم جدا طبعا. بص خلاص جول.
انت فاهم؟ يعني الضغطه بجول بغض النظر جت او جت، لكن هي الضغطه الصحيحه توصلك للجول في اقرب وقت. لازم النادي الاهلي يستفاد من الوضع ده. هو ده، واكيد هو مستر عثمان هيلعب على النقطه دي. حته استحواذ هيعملها وادي دجله، هو لازم يعمل ضغط عالي جدا، يقابل ضغط عالي جدا، لان الاطعب بجول الاطعب. طيب. انت بتقطع نص الملعب غير بتقطع في الربع الاخير، بتقطع في خطر جدا. التحضير اللي بيعمله ده، وده لعب خطر جدا بيلعبه وادي دجله، لازم يبقى عندك امكانيات اكتر من كده بكتير. الموضوع مش موضوع استحواذ وبس، موضوع استحواذ وليك كذا نقطه تاني مش هنتكلم فيها دلوقتي، هنتكلم فيها بس عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني هو دلوقتي موقفه صعب جدا طبعا. هل انا كمدير فني وانا موقفي صعب اخد الريسك ده؟ ما هي دي مش حكايه كده يا ايمن، هو حكايه ان اتعود على طريقه اداء معينه. اللعيبه اتعودت على الطريقه دي، اتعودت على الاداء ده. ممكن يكون عبد الباقي النهارده في لو انا مكانه، لو انا بفكر مش هبدا كده، لان انا ما عنديش رفاهيه ان انا استقبل اهداف من بدري، ويبقى المباراه انتهت من بدري وثلاث نقاط. انت هو ثلاث نقاط، هو عامل حسبه ان هو بنسبه كبيره هو هيخسر قدام الاهلي، يعني بتعمل نسبه وتناسب. النسبه الكبيره النادي الاهلي اكيد الحمد لله، لكن هو مش عايز من بدري، هو عايز يقفل مفاتيح لعب النادي الاهلي، مش عايز يسهل المباراه على النادي الاهلي. ممكن ما يعملش كده لان الضغط ده، ان حتى كمان الضغط ده ما كانش معمول كويس قوي في النادي الاهلي. النهارده هتلاقي الموضوع مختلف يا ايمن. تمام. مباريات الاخر الشكل والاداء وتفكير المدير الفني وتفكير اللعيبه نفسها بقى مختلف تماما. هتلاقي ضغط من اول ثانيه وعايز ينهي المباراه بسرعه، ومش عايز يدي فرصه للمنافس ان يبقى فيه ممكن يلحقك. عشان كده النهارده من ناحيتين مختلفه. ممكن هتلعب بقى ما عملش الاستحواذ من بدري كده كويس. مستر موسيماني مش عايز يدي الفرصه، هو عايز يعمل ضغط وضغط عالي كويس قوي، وعايز من بدايه المباراه يعني الرساله توصل الثلاث نقاط انا ان شاء الله للنادي الاهلي، ومش عايز ابذل مجهود كتير. بالعكس، انا بقول لك انا كنت بتكلم معاك في الاستوديو قبل كده، انت ممكن تعمل روتيشن في المباراه نفسها، تكسب هدف اتنين وتبدا انت كلاعب او هو حتى كمدير فني يهدي لعيبته، بلاش مجهود زياده، انك انت عندك كل ثلاث ايام مباراه، ومش اي مباراه، ده كل ثلاث ايام مباراه لوحدها. يعني الضغط العالي ده هو ده المطلوب، هو ده الضغط العالي اللي احنا بنقول عليه. لو فكر يعمل حته الاستحواذ ويعمل بناء الهجمات من عند عبد المنصف وكده، وبرده هتلاقي برده يا ايمن في الشكل بتاع وادي دجله عايز يعمل كده. لكن الى جانب كده هو عنده لعيب كوره كويسه، مش ما ينفعش ديها مساحات. يعني محمد هلال ده لعيب كويس، حق يعقوب وناحيه الشمال، وعبد العاطي ده انا سرعه، عنده سرعه رهيبه في الشمال. الاثنين المؤثرين قوي في وادي دجله عبد العاطي ومحمد هلال، لعيب كوره كويسه قوي. لو اديت المساحه المساحه تبقى مشكله قوي، وخصوصا ومحمد رضا كمان. ثلاث لعيبه دول دول مؤثرين في وادي دجله لو لقوا مساحه. واسحاق ويعقوب ومفتاح لعب برضه يا كابتن ناحيه الشمال بالظبط. لكن اسحاق لو لقى المساحة ولقى ان في مصل، اسحاق ده ايمن هيشتغل ازاي؟ هيبقى في لازم استحواذ من نص الملعب، اذا كان عبد العاطي او هلال او محمد رضا هم اللي هيلعبوه. لكن انا بقول لك عشان بلاش الهجمات اللي هتعملها اسحاقه، لازم يمسك كويس قوي. مسك كويس قوي الناس اللي هي بتشغل الناس دي، اللي هو محمد عبد العاطي ومحمد هلال ومحمد رضا، دول اكتر ثلاثه مقلقين في وادي دجله. الى جانب طبعا لو الكوره وصلت صح امين خبره وممكن يعرف يجيب هدف، نفس كمان حسام عرفات. لكن الكلام اللي انا بقوله كله تتمنع من ايه؟ مفيش استحواذ، في ضغط، في قطع الكره في المكان، الكره اتقطعت يبقى اجيبها في مكانها. ما ترجعش وما تسيبش المساحه اللي هم بيدوروا عليها لعيبه وادي دجله. عارف يا كابتن، لا في نقطه مهمه برضو النهارده، يمكن طريقه اللعب بتاعت كابتن عبد الله هتبقى مختلفه شويه. يعني تكيس السنوات اللي فاتت لما كان بيسجل هدف واثنين كان برضه بيستمر على نفس الستايل وبنفس الاداء وفاتح الجيم، حتى لا مش هو مغلوب، هو كسبان، هو كسبان تمام يعني. وعشان كده كان في اوقات كتير جدا يبقى كسبان 1-2 ويتغلب، كسبان 3 ويتعادل، كسبان 1-0 ويتعادل ويتغلب. اكتر مباراه حوالي 4-5 كابتن عبد الله ممكن الستايل هيبقى والاسلوب مختلف شويه. يعني النهارده هتبقى برضه لا قدر الله لو ابتدت دجله بالتسجيل هيبقى في مشكله عند النادي الاهلي النهارده، لان انت كابتن علي قال حاجه مهمه جدا، عن لعيبه دجله عندها كواليتي اعلى شويه من الفرق، من الثلاث فرق اللي انت لعبتهم قبل كده، اعلى من اسوان، اعلى من البنك الاهلي، اعلى من الانتاج الحربي بكتير. يعني هم ككواليتي لعيبه وكامكانيات اعلى بكتير، مع اعاده تنظيم او اعاده تنظيم للفكر بتاع اللعيبه في حاله ان انا كسبان، الموضوع هيبقى مختلف. هو لما كسب اسوان كسب 4 من المباراه اللي قبل اللي فاتت، مظبوط تمام، كسب 4 انه سجل ودافع كويس وابتدى يسجل واشتغل على السرعات والهجمات المرتده السريعه والاستحواذ والشكل اللي هم اعتادوا عليه. فالنهارده مهم جدا جدا جدا
انك ما تديش المبادره لوادي دجله. هي لياقته البدنيه جيده مش وحشه، فرقه بتقدر تكمل نهايه الماتش. هي كانت مشكلتهم وازمتهم الحقيقيه فعلا في انه الجيم دايما مفتوح، ففي اي وقت هو عليه خطوره، في اي وقت ممكن تسجل هدف. النهارده الستايل هيبقى مختلف، النهارده ممكن يسجل هدف، لا قدر الله لو سجل هدف هيبقى الامر مختلف بالنسبه له، لان هو عنده مدير فني هو ظبط الحته الدفاعيه شويه، ما بقاش الجيم مفتوح طول ال 90 دقيقه، ما بقاش يلعب في ال 90 يارده، لا بقى في خطوط بقت متقاربه مع احتفاظهم برده بالامكانيات والسرعات، لان هم اصلا فريق، هم حتى تكيس او من غير تكيس هم فريق كوره. صحيح كابتن علاء يمكن اتكلم على اهم عنصرين بالنسبه لهم، لو هم كلاعيبه بيعرفوا كمان يحضروا كويس وعندهم سرعات جيده جدا وعندهم هجمات مرتده خطر جدا يعني. صحيح كابتن اسامه، واحنا بنتكلم عن الفرقتين واكلمك على رؤيتك الفنيه للفرقتين قبل المباراه، كنت عايز اتكلم على حاجه معينه على كهربا وحسين الشحات، وخصوصا حسين الشحات وعوده حسين الشحات القويه في المباراه الاخيره. شايف ان هو نقطه تحول في المباراه الاخيره زي بواليا كده على حسين؟ اه حسين مفيش شك انه الفتره اللي قعد فيها يعني من اللعيبه اللي حست بالموضوع. كان متعود على طول انه يلعب، سواء حالته كانت بتبقى كويسه او لا، كان دايما اساسي. انا بقول لك ليه زي بواليا، لان الاثنين اتعرضوا لهجوم جامد جدا، ولكن في الفتره الاخيره اثبتوا نجاح فوق العاده. ما انا بقول لك فتره اللي حسين قعدها مستر موسيماني قعده فتره ما بقاش بيلعب كاساسي، هو كان معظم الماتشات في 90% منها كان اساسي. احيانا انت بتحتاج اللعيب يقعد عشان يحس بالمكان. ففعلا حسين لما قعد تحس انه لما رجع ابتدت حالته تبقى احسن ومركز اكتر، يعني حركته بقت احسن، انتاجه بقى احسن، اداؤه سواء في التمرير او احرازه للاهداف بقى احسن، الحاله الفنيه والبدنيه بتاعته اتحسنت بعد الكام ماتش اللي قعدهم كبديل. فهو حس بيها، في لعيبه تانية بتقعد وما تحسش بيها، يعني في لعيبه بتقعد وبترجع زي ما كانت ولا بيحس بحاجه ولا بيحس ان مكانه ممكن يتاخد. فحسين ما فيش شك انه في الماتشات الاخيره اداؤه احسن بكتير. بواليا الاهداف فرقت معاه، بواليا خلي بالك بتبقى في حته نفسيه للمهاجم بالذات انه ما يجيبش جوان. طبعا بواليا قعد فتره ما بيجيبش جوان، فطبيعه النقاد والجمهور مع مهاجم راس حربه صريح اللي هو رقم 9 يعتبر ما بيجيبش جوان، ممكن تحصل من نص الملعب، ممكن تحصل من طبعا الباكات، يعني ده طبيعي. لكن المهاجم اول نقطه الناس بتتعلق بيه فيها احراز الاهداف. احراز الاهداف صح. فهو كان تحس ان عنده رهبه، يعني من بعد اضاعته لبعض الاهداف ابتدى يبقى متولد جواه خوف، دخلت في عدم ثقه كمان. ما انا بقول لك يتولد جواه خوف وعدم ثقه انه يجيب جون. صح. فالماتش اللي قبل اللي فات جاب فيه جون اداله ثقه، الماتش اللي فات عمل جون اداله ثقه، دي دفعه معنويه جامده الفتره دي طبعا. ففعلا بواليا وحسين ثقة رجعت لبواليا بأحرزوا الهدفين الأخرانيين في الماتشين الأخرانيين. نفس الشيء حسين الشحات لما قعد ابتدت إنتاجه أحسن. كهربا أتمنى إن شاء الله إنه إنتاجه يبقى أفضل، الماتش اللي فات جاب جون، جاب جون حلو جدا، حطه كويس قوي ببطن رجله مرة واحدة على الطاير، لأنه هو هداف. لكن إن شاء الله نتمنى كمان حالته البدنية تبقى أفضل، لأن كل ما بتكون حالتك البدنية أحسن كل ما انتاجك الفني بيبقى افضل باذن الله رب العالمين. طيب تعالوا نروح لتقرير عن مباراه اليوم بين الاهلي ووادي دجله، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. كابتن عادل، رؤيتك الفرقتين النهارده منيحة الفنيه وبدايه الفرقتين النهارده؟ يعني بدايه الفرقتين، فرقه النادي الاهلي هتضغط في البدايه. النادي الاهلي بيلعب بسيستم واحد اللي هو المكسب. وادي دجله افتكر ان هو النهارده هيتحفظ شويه لحد ما يشوف النادي الاهلي يوصل ليه. وانا يمكن كابتن ايمن قلت لك قبليها، لو اي فرقه بتلعب النادي الاهلي
خرجته من البلان الاولاني اللي بيعمله للبلان بي بتاعه ما بيعرفش، والنادي الاهلي بيأدي كويس. طب بمناسبه النادي الاهلي وبتتكلم عن النادي على النادي الاهلي، عايز اكلمك على ثلاثه من كانوا من ضمن الاعمال الاساسيه في فتره من فترات الدفاع، محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه، لكن بيلعبوا النهارده مع بعض من فتره كبيره ما لعبوش، هل ده هيبقى فيه مردود على اداء خط الدفاع؟ اكيد شويه، لانه احنا اتعودنا على ايمن اشرف وبدر بنون، والاثنين فيه مختلفين. بدر بنون بيلعب كوره، بيمشي كوره من تحت، بيطلع هجمه سليمه 100%. ايمن اشرف عنده القوه وعنده حته الـ 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 الباص، ولكن مش زي بدر بنون. لكن ياسر ابراهيم ورامي ربيعه تحس ان هما الاثنين شكل واحد، واكيد في حته السرد باكات لازم يبقوا في اختلاف، زي الاثنين راس حربه، زي الاثنين سرد باكات، لازم يبقى واحد عنده سرعات اكتر واحد يبقى عنده سرعات، لكن السرعات واحده هي بس اللي هتتحل من عندنا، اللي هي الطرف الشمال والطرف اليمين. محمد هاني لازم يعملوا الليبرو على الاثنين، على رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم. لو الكره راحت من عند محمد هاني لازم علي معلول يخش معاهم ثالث. ده على اساس ان على اساس ان دجله هيلجا للتمريرات الطويله في المساحات الفاضيه. ده لو شاف اني اليو ديانج وحمدي فتحي واحد فيهم لازم يبقى قدام الثلاثه في لحظات الدفاع بتاعتك، وهو ده اللي بيشتغل عليه حمدي فتحي اللي على طول. يمكن حمدي فتحي احنا حسيناه في اوقات من في مباريات كتير ان هو سيرد باك ثالث. ايوه. وحتى لما بنلعب ببدر بنون وايمن اشرف بتلاقيه بينزل وسطهم في التحضير وبينزل وسطهم في حته الدفاع. ليه؟ لانك يا كابتن لو علي معلول عنده الهجمه والهجوم السريع، تمام؟ لما بيطلع علي معلول لازم السيرد باك ناحيه الشمال بيميل، وده بيعمل ايمن اشرف كويس. ميلان ايمن اشرف بدل لما بدر بنون يجي كل ده، كان ساعتها حمدي فتحي بينزل في وسطهم، ودي طريقه انا بحسها ان هي جيده جدا، بتقلل كم الجري على السيرد باكات وعلى الباكات اللي على الطرف، حتى حته الكره العرضيه او الكره اللي هي العكسيه بنعرف نعمل فيها الايه التغطيه. أي. الحاجه المهمه النهارده في رامي ربيعه وياسر ابراهيم ان هم في الكور العاليه كويس، الاثنين بيطلعوا بيلعبوا في الكور الثابته كويس قوي، فتلاقي عندهم خطوره في الكور الثابته. والنهارده من الحاجات اللي عاوزين يثبتوا ان هم عملوا اداء كويس ان هيطلعوا في كل كره ثابته بجديه وبقوه. ممكن ان شاء الله انا حاسس ان واحد فيهم الاثنين هيحرز هدف في كره ثابته ان شاء الله. طب بالنسبه للسرعات اللي موجوده عند وادي دجله ازاي؟ طبعا وادي دجله هيحاول يستغلها في المساحات الفاضيه بالكور الطويله ورا الباكين، انما ازاي مستر موسيماني يقدر يغطي الحته دي؟ بعلي لطفي اول حاجه ان هو عنده يبقى صاحب يلعب ليبرو، لان خلاص ما فيش حاجه اسمها دلوقتي الجون بيقف تحت الثلاث خشبات، ودي حاجه مهمه جدا. ده رقم واحد. وحمدي فتحي رقم اثنين. رقم ثلاثه والمهم، ودي لازم لعيبه النادي الاهلي يمكن عندنا يعني ضعف فيها شويه. حته الكره لما احنا في حته الهجوم النادي الاهلي اللي بيحصل في السرد باكين ايه؟ ان هم بيتفرجوا على الكوره. فبص تلاقي الهجمه لما بتتعمل طوليه لسه بيشوف المدافع، علشان كده رامي وياسر النهارده وهي الكوره الناحيه الثانيه ما يزعوش المباراه، ما يقولش اجري واعمل. اهم حاجه يبقى الناس اللي بتبقى بيعملوا عليهم الهجمه المرتده هيبقى واحد بس، هو صلاح امين. وصلاح امين ما عندوش سرعات، صلاح امين محطه كويسه. واللي بيجي من تحت، فلو صلاح امين وهم بيشتغلوا الاهلي بيشتغل في الحته الهجوميه، يجب على اللي عنده ياسر او عند رامي يبقى شايف الكوره فين وشايف صلاح في صدره. لو عملت دي يبقى انت قضيت على الحته الهجمه المرتده، الا الطرفين اللي هم بيعملوا الهجمه المرتده بتاعتهم بسرعتهم. عندك انت كفيل باني لو انت بتهاجم من ناحيه علي معلول محمد هاني بيبقى جوه ما بيهاجمش، لو انت بتهاجم من عند محمد علي محمد هاني بيخش الناحيه الثانيه علي معلول. ما ينفعش الاثنين يطلعوا مع بعض. بس هسألك يعني ما ينفعش ان محمد هاني وعلي معلول يشوفهم طايرين هم الاثنين قدام؟ في فرق انت مثلا اسوان، اقول لك البنك الاهلي، فرق كتير قوي انك انت بتلعب وبتعمل بلوك واحد علشان بتطلع الاثنين، عشان لو لحقت من هنا او لحقت من هنا. ولكن انت لما بتلعب في حته علي معلول من ناحيه الشمال بيهاجم، لازم يبقى في ثلاثه في القلب وواحد من اللي ايه من الديفندرات اللي هو حمدي فتحي. هو موضوع ان الباكين يطلعوا مع بعض دي في فرق في العالم بتعملها، في فرق في العالم بتعملها، بس هو المشكله ازاي انت بتنظم
النواحي الدفاعيه في حاله لو الباكين دول اتضربوا في هجمه مثلا مرتده او الكره اتقطعت او كده. في فرق بتحب توقف الباك الظهير يعني زي ما عادل بيقول مع السرد باكين اللي بيهاجم التاني يقف، في فرق بتحب تعمل كده وما بتحبش الباك يطلع خالص. لكن في فرق كتيره بتطلع الباكين قوي، ومنهم على فكره وادي دجله بس ما لعبش بقى مع عبد الباقي، ممكن تبقى متغيره شويه. لكن الباقيين ازاي بيقفوا في النواحي الدفاعيه والتغطيه؟ حته سريعه كده يا كابتن، كابتن اسامه كملها، انه في فرق فعلا اللي بيطلع من ناحيه الشمال بيضم الباك كويس اللي هو الباك العكسي، لكن لما يكون عندك اتنين ديفندرات واحد منهم بيهاجم كويس زي عندنا مثلا اليو ديانج بيهاجم كويس، يبقى لازم الباك من الطرف من الطرفين. لو عندك من الاثنين ديفندرات واحد بيهاجم يبقى انت يجب انك انت توقف الثاني العكسي. لو الاثنين واقفين ممكن تطلع الاثنين. طيب كابتن بلال بقى نتكلم اخيرا عن الشق الهجوم والمطلوب من رباعي المقدمه، مع هما الكباتن قالوا ان في البعض بيفضل ان مثلا يبقى ناحيه الشمال شغاله ناحيه اليمين تقف. لو اشتغلوا الطرفين مع رباعي المقدمه، مش انت كده بتعمل ضغط على فرقه دجله، ما بتديهاش المساحه بقى ان هو يعمل الاستحواذ؟ لا طب خلينا الاول نقول مستر موسيماني بيلعب ازاي. مستر موسيماني الاثنين هيلعب ازاي، هو بيلعب ازاي، طريقه لعبه ازاي. الاثنين الباكين في المباريات اللي زي دي دايما بيبقوا لقدام، متقدمين لقدام كويس، صح. سواء اذا كان هاني او معلول، معلول او اكرم توفيق يا كابتن، كل المباريات ما نقول في المباريات يعني لا باستثناء يا كابتن يعني كان لا مباراه افريقيا ما كانش فيها برضه مباراه الدوري فيها تحفظ شويه بالظبط، لكن مباراه الدوري العام كنا على طول نشوف معلول ناحيه الشمال واكرم ناحيه اليمين او محمد هاني. اتكلم على معلول لانه هو خد الفتره الاخيره دي، فهو ستايل لعبه انك عايز دايما الكوره عند النادي الاهلي، يعني نسب انك تاخد السكند بول تبقى عند لعيبه النادي الاهلي. لو اتلعبت كوره مثلا من عند علي معلول وما لقيتش حد، او كانت كوره يعني فيها طوليه شويه، او الدفاع طلعها، يبقى يلاقي اكرم توفيق يبتدي يكمل الهجمه، مش يبتدي هجمه جديده. هو من مدرسه ان انا عايز دايما ابقى بهاجم، عايز دايما اكمل الهجمه، عايز دايما اللعيبه بتاعتي يكونوا يعني تحت الكوره على طول، عايز دايما يبقى اكبر كثافه عدديه من اللعيبه موجوده قدام ال 18 وعلى اطراف الملعب. وبيوجدها مستر موسيماني، او وجدها في فترات كتيره جدا، لان عندك اللعيبه اللي كانت بتقدر تشغل دي. يعني انت كان في وقت من الاوقات بيبقى عندك اثنين لعيبه عندهم ميزه انك بتلعب الكرات الطوليه، عمرو السوليه بيجيد الحته دي بشكل كويس، مجدي قفشه بيجيد الحته دي بشكل كويس، هما الاثنين بيقدروا يلعبوا الحته دي. فلما يكون عندك اثنين باكين طايرين تقدر تستغلهم بشكل كويس، وتقدر تغير اللعب يعني من ناحيه اليمين لناحيه الشمال والعكس، تقدر تعملها بشكل كويس قوي وتشتغل وتكمل الهجمه دي. دي طريقه مستر موسيماني. الفتره الاخيره شفنا كتير جدا علي معلول الحته دي. طبعا بالزبط. اللي بيعوض الحته دي زي ما قال كابتن اسامه وكابتن عادل شويه وجود حمدي فتحي. حمدي فتحي مش من اللعيبه اللي بتجازف في الحته الهجوميه شويه، يعني هو لعيب عنده برده شويه تحفظ، لعيب كوره كويس وبيقدر يبني هجمه وينقل كويس وبيعمل عمليه الضغط. وانا دايما بقول ان ديانج لازم يبقى مع حمدي فتحي، ما يبقاش مع السوليه. يعني ديانج برضو من اللعيبه اللي ما عندهاش ثبات شويه، يعني دايما منطلق ناحيه اليمين. لعيب عنده باور عالي جدا، لعيب عنده سرعه، لعيب متحرك في كل الملعب، لكن ما عندوش ثبات شويه. فديانج والسوليه يبقى في شويه مشاكل كده في نص ملعب كتير يعني. تمام، لان ما فيش ثبات. السوليه كمان لعيب برضو بيحب يميل للحتت الهجوميه، يعني الاثنين بيقوموا بدور لعيب رقم 8. اللعيب اللي بيقوم رقم 6 هو الوحيد اللي يمكن يكون حمدي فتحي، هو ده اللي عنده التزام شويتين ثلاثه، يعني بيلتزم بشكل كويس، دايما موجود قدام الاثنين السنتر باكس، بيغطي يمين وشمال بشكل كويس قوي. حتى كمان بنلاقيه في اوقات بيغطي ورا ديانج لو في حاله ان ديانج بيطلع ويزود بالكوره. فده لعيب مهم جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ويديك حته الامان. يعني انت برده كمدير فني عايز تهاجم، عايز تسجل اهداف، محتاج حته محتاج لعيب يعمل لك حته الامان دي. فحمدي فتحي بيقدر يعمل الحته دي كويس قوي، وبيقدر يكمل. في لعيب اللي هو ديانج من اللعيبه الجيده جدا جدا اللي بتقدر تصنع اهداف، ودي هتبقى ميزه برده النهارده في الملعب. يبقى عندك اثنين، لان برده انا بشوف ان الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا كان المفتاح اللعب بتاعك هو ديانج مش مجدي قفشه، كان هو ده مفتاح اللعبه بالنسبه لك، ده اللعيب اللي بيمثل الخطور، ده اللعيب اللي عنده باور في الملعب، ده اللعيب اللي بيقدر يصنع لك هدف في اي وقت من الاوقات. يعني مجدي ساعات كنا بنشوف، وده وضع طبيعي برضه، احنا قلنا لما بتلعب كاس عالم، لما بتبقى جاي من بطوله افريقيا، لما بتبقى متالق بشكل كبير، بيجي لك وقت تحصل حاله من التشبع في كره القدم، وده وضع طبيعي. لو ما كانش اللي حواليك لسه ستيل موجوده عندهم الرغبه زي بقيه اللعيبه اللي في الملعب، زي حمدي فتحي، زي السوليه مثلا، زي اليو ديانج، اللعيبه اللي عندها الرغبه ما زالت في الملعب،
هتبقى عندك مشاكل كبيره جدا. طب لو مثلا نفترض جدلا لا قدر الله ان الفوز تاخر، هل ممكن فكر مستر موسيماني يوصل ان هو يلعب براسين حربه ويزود الضغوط على فرقه وادي دجله من نص ملعبهم؟ عملها كتير في اوقات كتير، الماتشات اللي فاتت كلها عملها. ماتش اسوان عملها، ماتش الانتاج الحربي عملها، ماتش البنك الاهلي عملها، حط فرو الثاني وابتدى يشتغل كاتنين في روضه وغير من طريقه اللعب. احيانا بيخرج سنتر باك واحيانا بيخرج واحد من نص ملعب ويعمل التباديل بتاعته ويبتدي يحط لعيب زياده او مهاجم زياده في الحته الهجوميه. ممكن يعني الماتش اعتقد الماتش اللي قبل اللي فات كان بواليا وقدر ان هو يسجل هدف في الاونه الاخيره. الماتش اللي فات برده بواليا نزل وسجل برده هدف. فوضع طبيعي انك تغير من طريقه او تغير من المهام، مش لازم طريقه اللعب يعني. اصل طريقه اللعب يعني دي خطوط في الملعب، لكن المهام اللي بتديها للعيبه دي الاهم. انا النهارده لما هنزل بوالي هيلعب ازاي؟ هيلعب اني هو راس حربه رقم 9، هل ممكن انا انزله يلعب تحت راس الحربه يبقى عندي واحد وواحد بيلعب من تحتيه، ولا يبقوا اثنين راسين حربه؟ هي دي اللي تفرق من مدير فني للتاني، لكن بيشتغل عليها مستر موسيماني يعني. كويس، انما من النهارده على كل كلامكم اللي قلتوه من بدايه ما ابتدينا حتى الان، ان وادي دجله ما عندوش حته ان هو يطمع في الماتش من بدري. بص لا ممكن ستايل وادي دجله يا كابتن، ستايل وادي دجله بيطمعهم يعني. هم طريقه لعبهم طريقه لعب فرقه بتعرف تمسك كوره، بتعرف تشتغل اللعيبه نفسها. خد بالك ممكن يبقى المدير الفني عنده تحفظ، لكن اللعيبه في الملعب يا كابتن بالامكانيات بتاعتها بتشتغل بشغل مختلف. بص ايمن، هو ممكن يكون ممكن يكون نيته انه يهاجم، فرقه الاهلي هي اللي بتجبره يتحط في موقف دفاعي. يعني في فرقه زي فرقه وادي دجله، لما اتكلمنا على تاكيس جونياس كان عنده حته اللي هو عايز يجاريك كانه فرقه كبيره، يعني بيلعبك بنفس من قدام وضغط ويطلع الباكين حتى مع النادي الاهلي رغم الاخطاء الدفاعيه اللي بتتولد عنده. ولكن انت النادي الاهلي هو اللي بيقدر يجبرك انك تتحط في الموقف الدفاعي. ايوه بالضغط زي ما علاء قال، لو الاهلي ضغط من البدايه وكرات عرضيه وتسديد على المرمى وكده بيجبرك انك تتراجع للموقف الدفاعي. صحيح. بس انت عارف يا كابتن تاكيس، هو انا يعني مع احترامنا ويعني للالفاظ، بس هو عاش على نغمه ان انا بلعب كرة حلوه قوي. أيوه. انت ما عاش على الستايل ده، هو اشتغل على ستايل، ما اشتغلش على طريقه لعب وتكتيك. أيوه. مظبوط يعني عايز تكسب بيه. أيوه. الناس يعني هو اخذ من الناس الله ده دجله بيقدم كره حلوه، دجله عنده ستايل في الملعب، عنده كره حلوه، اشتغل على الستايل بس ساب التكتيك المفروض انك بتكسب بيه وتلعب تكسب بيه وتقدم بيه بشكل كويس وبعندك تنظيم. دجله الفرقه الوحيده اللي في مصر ما كانش عندها تنظيم دفاعي، بتهاجم كويس وعندك لعيبه كويسه بس ما كانش عندك تنظيم دفاعي. كابتن علاء ممكن نشوف هدف مبكر النهارده؟ ان شاء الله ان شاء الله، بتمنى يكون هدف مبكر. لا تتمنى، انت كل ما حد يقول لك اتمنى تقول انا عمر مغدي، انا ما بحبش كلمه اتمنى دي ابدا. ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله هدف مبكر النهارده للنادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله كابتن وسام، ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب اللقاء باذن الله، يكسب اللقاء. بس تتوقع هدف مبكر؟ اصل في هدف او فيش هدف ده فيها توفيق يعني. انا ما اقدرش يعني، بس انت مع توقع في التوقع في هدف في الشوط الاولاني ان شاء الله باذن الله. كابتن عاش يعني هو المفترض انه يضغط علشان يجيب، المفترض عشان ممكن نحرز اهداف في الشوط الاولاني. بنتكلم على توقع والاجابه. يعني انا شايف ان شاء الله نحرز هدف في الشوط الاولاني يعني. كابتن بلال توقع مش تمني، لا توقع الاهلي يحرز هدف باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز في الشوط الاول. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا.